اهلا اهلا اهلا، ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا روح تيتا؟ انت فين؟ وحشتيني قوي. ازيك يا هدى؟ ما فين اشرف؟ اجدع سلام على طول السلام لاجدع ام عروسه في الدنيا، واجدع سلام لاجمل واجدع ضابط في الدنيا. استنى ما نشوف طنط هتاخد بالها ولا لا. اخد بالي من ايه؟ يعني مش شايفه اي حاجه متغيره خالص؟ في ايه يا اشرف؟ مش شايفه حاجه. ركزي يا ماما شويه، ركزي شويه ارجوك. يا حبيبي يا اشرف رقوق وبقى اصغر رائد في سجون مصر كلها. الف 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 مبروك يا رب، كده عبال ما اشوفك لو قد الدنيا دي كلها. الله يبارك فيك يا ماما في حياتك ان شاء الله. قولي لي فين العروسه؟ بتجهز نفسها عشان كوافرها على وصول دلوقتي. عمر ايه رايك نطلع نشوف طنط نوره بتعمل ايه؟ استني يا ماما، ايه ده؟ فين الرز اللبن بتاعي؟ حالا يا حبيب قلبي يكون عندك. يا عليا انت تؤمر. انت يا جدع مش هتبطل فجح، اصبر شويه ناخد نفسنا وبعدين هناكل رز بلبن ما تقلقش. ايه يا اشرف سيبه بالهنا والشفا يا اخي. ما تخلينيش اقول لتيتا اللي انت اكلت الرز اللبن بتاعي. شيل ابنك فضحك، مش هتعرف تتكلم. يلا يلا يا عمر نطلع نشوف نوره. يلا كده كده برضو يا اشرف مش هتبطل الحركات بتاعتك دي، تاكل الرز بتاع عمر. يا ماما كانوا الواحد يا ماما، دي بتصدقي برضو الواد الفضحي ده. يا مرحب يا مرحب بسياده الرائد اللي مشرفنا ورافع راس عيله ليل في السما دايما. عيله ليل مرفوعه باسمك دايما يا حاج. انت عرفت امتى يا حاج؟ ده انا لسه عارفه حالا. لا معلش بقى، انا جالي الخبر طازه بالتليفون من سياده الرائد شخصيا. بس انا جيت لك برضه يا ماما وقلت اعملها لك مفاجاه واقول لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويعلي مراتبك كمان وكمان. بعد ما هو طول عمرك ابنك اللي متربي في حجرك جالك بنفسه عملها لك مفاجاه، انما انا حيالله كلمني في التليفون. ما يا حاج ما تاخدنيش في دوكه، ما انت برضه عرفت الاول وبعدين ده ليه حساب تاني. ماشي احسب براحتك. هي يا دوب حته عربيه صغيره موديل السنه بدل عربيه اللي كحكحت دي. بس كده غالي والطلب رخيص، عينيا الاثنين. اختار العربية اللي تناسبك وانا رقبتي سداد. عندنا كم اشرف يا ولد؟ ربنا ما يحرمنا منك يا حاج. يلا صعب للكبير يترد عليه، بسيني قلبك ونشوف لو عمايلك ده ترضي يمكن بقت بالمعروف. الكبير يترد عليك لو عمايلك ده ترضي يمكن بقت بالمعروف. انت ايه قلبك سالك ولا حسيت بجمالك؟ قلبي لو كان عدالك قبل كده كان ويل، انما تسوق وفيها صعب يا ابن اعطيها، اصل ممكن اخليها يا ابن عندي بقى. هولا 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 صعبولو. شرفت يا فندم، شرفت. ألف مبروك يا كابتن. بابا سيادة اللواء فهمي حبيبي مدير الإدارة عندنا، الوالد والوالدة يا فندم. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك في سعادتك. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك في عمرك يا فندم. يا فندم حضورك فرح بنتي ده شرف كبير قوي لينا يا سيادة اللواء. أنا بهنيك يا حاج لتربيتك ابنك الرائد أشرف، ده من أحسن الشباب اللي شفتهم في الفترة الأخيرة دي. والله والله لو ما كانش متجوز كنت أمرته يتجوز بنت من بناتي. يتجوز تاني يا فندم، دي أوامر عسكرية ولازم تتنفذ. يلا يا أشرف يلا يلا مع الباشا. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. صباح الخير يا حاج. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا كنت جاية عايزة أشتري الشنطة اللي رجعتها. يا سلام، غالي والطلب رخيص. دورت كتير ما لقيتش زيها ولونها كمان عجبني.
اتفضل. طب بتخلي يخلي لك صحتك وعافيتك يا رب يا حاج. هتلاقي الشنطة يا ثروت. حاضر يا حاج. ما تنسيش التشكيلة اللي جاية، هتعجبك قوي. اللي يجيلكم مرة ما ينساكمش أبدا. اطمن. مش هنسى يا حاج. وأنا كده مطمن. اتفضل حضرتك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ألف مليون سلامة. ما تقوم بقى يا سي مختار. ده عايز سموح هفرق دور وتلعبي معايا. يو بقى يا سي مختار، ما تيجي بس نقعد مع بعض شوي، ده انت وحشني. بعدين بعدين، عندي برتيتة جامدة الليلة ولازم اسخن شوية. حرام القمار اللي بتلعبه ده يا سي مختار. دي تفاريح، انت يعني شايفاني بلعبه كل يوم؟ وبعدين حظ الله بيني والمكسب القمار، انا لا بصرف منه عليكي ولا على نفسي. امال بتعمل بيه ايه؟ بتصدق بيه على الفقراء والمساكين. بتتصدق على الفقراء من مال حرام؟ مش احسن ما طنشهم وما اديهمش خالص؟ على الاقل انا بدي، غيري معاه وما بيديش. بس خساره تضيع فلوسك. زي ما بخسر بكسب. طب وايه اللي دخلك في الدايره دي من اساسه؟ حب المغامره وفرحة المكسب هما اللي بيخلوني عايز ألعب. طب ولما تخسر؟ أملي في المكسب بيخليني عايز ألعب تاني. يلا بقى العبي. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. افهمي يا مموخ تخين، المقامر دائما يلعب على أمل. ألو. مساء الخير. الحاجة عبد الستار؟ انا نعمت اللي كنت رجعت لكم الشنطه وبعد كده رجعت اشتريتها. اهلا اهلا، يا اهلا وسهلا. اه طبعا افتكرتك. هو انت برضو تنسي التشكيله؟ اه طبعا وصلت ومستنياكي تيجي علشان تنقي براحتك. الله يخليك تعيش. ولو حبيتي ما نبيعش منها اي حته لحد انت ما تيجي وتنقي براحتك. لا يبقى اذا كان كده مسافه السكه واكون عندكم ان شاء الله. سلام عليكم. يمه ميعاد الدواء. والله يا بنتي انا من كتر التعب مش دريانه بحاجه. معلش يا بالشفا ان شاء الله. تسلم ايديك يا بنتي. بصي يما انا هنزل دلوقتي، ولو تعبتي ولا اي حاجه انا سايبه لك التليفون اهو جنبك علشان تطلبيني على طول. لو احتجتي اي حاجه اندهي على ام السيد، ولو تعبتي وجات لك الازمه تطلبيني على طول على الموبايل. بس ما تتاخريش. حاضر. سلام عليكم. اهلا 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 اهلا. انا جيت زي ما وعدتك. وانا عندي وعدي. اتفضلي استراحه. ملوش لزوم. ملوش لزوم ازاي بقى؟ انت خلاص بقيتي زبونه المحل. اتفضلي اتفضلي. شكرا. احنا اصلنا اللي اشترينا مره ما نبعوش ابدا. شبيه يبقى حاجه ساقعه. حاجه ساقعه بسرعه يا واد، يا صرف بسرعه. حاضر حاج. حاضر حاج. ما قلتليش اخبار التشكيله ايه؟ عندي تشكيله شنط لسه واصلاني من بره طازه. لو لفيتي السوق كله مش هتلاقي حته واحده منها. هو انت بتستورد؟ انا بستورد وبصنع شغلي بنفسي، وكل فولة وليها كيان. واضح انك تاجر شاطر قوي. انا بحب المكسب موت وما اكرهش في حياتي قد الخسارة. على فكرة تشكيلة الشنط دي فيها شنط سواريه هتعجبك قوي قوي، كل شنطة بجزمتها. سواريه؟ هروح بيهم فين؟ ده انا بنام من المغرب. وليه بدري كده؟ اعمل ايه؟ ما انا بشتغل سكرتيرة في شركة استثماري ولازم اكون على مكتبي من بدري. يعني مفيش خروجة كده ولا كده يوم الاجازة مع الافندي جوزك؟ اصل انا متطلقة. اسف اذا كنت يعني ضايقتك. لا مفيش حاجة، هي المشكلة مش في الطلاق، المشكلة في الوحدة بتوجع. عندك حق، بس احب اقولك ان في متجوزين موحودين اكتر من المطلقين، كلنا تعبانين. الساعه يا حاج. اتفضلي. احنا نسينا الشنط وعمالين نتكلم في حاجات تانية خالص. فعلا اول ما اتقابلنا كل واحد صرح بهمومه للتاني.
مش شايف انها غريبة شوية؟ ولا غريبة ولا حاجة، الظاهر القلوب عند بعضها. ده أكيد دي حاجة. بقول لك إيه؟ أنت مش جعانة؟ اشمعنى؟ أنت بعد ما تتفرجي على تشكيلة الشرط أعزمك على العشاء في مكان حلو قوي. أنا مش بتاعة عزومات وما بخرجش مع حد معرفوش. أنا آسفة، أهلي علموني كده. ده عداكي العيب، ده عداكي وأزح كمان. أنا أصلا تخيلت إن إحنا ممكن نفضفض لبعض، أصلا حسيت إن أنت ممكن تسمعيني فاطمأت في الطلب ده. متشكرة على الثقة دي، بس أنا آسفة مش حاضر. براحتك يا ثروت. أنا حد فرج الهانم على تشكيلة الشرطة عشان تنقي براحتها. عناية حد. عن إذنك. اتفضلي. ألو. أيوة يا مسيد، خير في إيه؟ أمي يا نهار أسود، مالها الوالدة؟ كف الله الشر، وقع على الأرض وقطع النفس. طب استنى أنا جاي معاك أوصلك. لا شكرا، أنا هاخد تاكسي. استني بس، تاكسي إيه؟ العربية موجودة والناس لبعضيها. ما تسيبنيش يا بعض من البيت. حرام عليك يا بعض، أنا لوحدي. طمني يا نعمك، والدتك هتبقى بخير إن شاء الله. يا رب. الدكتور كشف عليها وعملوا لها الإسعافات اللازمة. بينا احنا نحصلها على المستشفى. يلا يلا. راحة فين انت؟ تعالي نحصلها بعربيتي. حاضر. طمنينا يا نعمة. السلام عليكم. مين الراجل ده يا رب؟ مش عرفني. يمكن يكون قريبهم ولا صاحبهم. هو انا شيخ حاره؟ انت بتبرطم في الكلام وتقول ايه يا ابن المتضايق؟ الله 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 الله، انت هتشطر عليا ولا ايه؟ ما تشطر على اللي خطف منك الموزه، وكمان بتطول لسانك عليا. روح امك. نعمه دي بتاعتي، بتاعتي، ملكي، واللي هيقرب لها هرمي وشه بميه النار. قوم السكر وسيطرنا عليها. الحمد لله. اطمنوا، حالتها مستقره، كمان ساعه هننقلها من العنايه الاوضه عاديه. مين فيكم اللي هيبات مرافق معاها؟ يا مدام نعمل بنتها واكيد مش هتسيبها. خلاص، بس دوني اسمك قبل ما تباتي عند الممرضه اللي هناك دي. حاضر، متشكرين قوي. شكرين. مع السلامه. ايوه بس من غير ما تبسبسي، لو كان على شغلك اتصلي بيوم وخدي اجازه. انا بقصد حساب المستشفى. طمني، حساب الدفع. مين دفع؟ انا. طب ممكن اعرف كام؟ لا مش ممكن طبعا. الله جراس تنعمل، الست والدتك دي زي ما تهمك تهمنا كلنا. بس ده كتير قوي يا حاج. والحمد لله خير ربنا كتير. الدين ده هيفضل في رقبتي وهسددهولك كل شهر من مرتبي. ماشي، اللي يريحك. بس المهم انا عاوزك بقى تخلي بالك من والدتك، عايزها تصحى تلاقيكي واقفه جنبها. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ولا يهمك اي حاجه، طول ما انا جنبك ما تقلقيش من ايتها حاجه. ربنا يخليك يا حاج ويعلي مراكبك يا رب، ويرزقك ويحميك يا رب يا قادر يا كريم. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخرت قوي، قلقتني عليك. اصلهم يا ستي كانوا عاملين اجتماع مهم قوي في الغرفه التجاريه وكان لازم احضره. اه، عشان كده بقى. على فكرة نورة كلمتني النهاردة وطمنتني عليها، هي وجوزها والحمد لله وصلوا بالسلامة. طب الحمد لله. أحضر لك تتعشى؟ لا، أصلاً أنا لما لقيت الوقت اتأخر اتعشيت سندوتشات مع أعضاء الغرفة. طيب أنا بقى هطلع أنام، أحسن هلكانة طول النهار. تصبح على خير. بنتي من أهل، ما كنت قعدت معايا شوية يا حاج. معلش يا أخويا، ما تزعلش مني. Thank you.
أنا قلت أطمن عليكي، يمكن تكوني عايزة حاجة. أنت لسه ما نمتش زي يا حاج؟ مش جاي نوم، عمال أفكر فيك. وأنا كمان بفكر فيك. صحيح، أنت أي ست تعرفك لازم تفكر فيك وما تنساكش أبدا. اشمعنى؟ عشان أنت طيب قوي وحنين، راجل من بتوع زمان، مش من الرجاله الورق بتوع اليومين دول. دمت لي ست ستات ونورت البلد كلهم. يا جماعه فيها مختار؟ مش عارف، بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لك معاكم خلاص. الحمد لله على السلامه يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. في ايه يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من اي حاجه، ايه في الباب الساعه بتاع لعب. حاضر يا حاج. انت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطره، بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فتره، واخيرا خدت فيه قرار ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده يا حاج؟ انا قررت اتجوز. بالنسبه يا حاج للموضوع اللي كلمتنا فيه النهارده الصبح. ماله؟ يعني حضرتك فكرت في الموضوع ده كويس؟ شوف يا مختار يا ابني، انا ما قلتلكوش الا بعد ما هريت نفسي تفكير، وطالما يعني ان انا مش هعمل حاجه حرام يبقى ما حدش له حاجه عندي. اذا كان كده ماشي، انا ما عنديش مانع. بس ايه هتبسبس ليه؟ يعني جوازه زي دي يا حاج ممكن يكون لها توابع. توابع ايه؟ هي زلزال. زلزال يا حاج، انا قصدي يعني ان العروسه بعد فتره ممكن تحبل وتجيب لك عيل. يا ريت تحبل وتجيب العيل، وماله ما يجي العيل، هيبقى اخوكم وهيبقى له نصيب في كل حاجه زيكم بالظبط. طبعا ده لحمنا. الله، انا بس يعني بفكرك ان الواحد مش ضامن يعيش قد اللي عايشه. انت هتفول عليا يا مختار ولا ايه؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يديك الصحة وطولة العمر بعد الشر عليك يا بابا. انا مش فاهم عاوز توصل لايه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا ما عنديش مانع تتجوز وتعيش حياتك على الاخر براحتك، انما يعني حرام تجيب عيل وانت في السن ده، انا قلبي عليه مش اكتر. شوف يا مختار، حتى لو ربنا أراد وسبته أنا هسيبه مين يعني؟ ما أنا هسيبه لإخواته، رجالة كبار هياخدوا بالهم منه مش هيسيبوه، ولا أنت إيه رأيك؟ طبعا طبعا ده أخونا، واللي حضرتك شايفه واعمله، أنا بس بقول رأيي. خدلك بقى من الموضوع ده وخلينا في الشغل. قبل ما فضيني بس ممكن اعرف مين العروسه؟ والحقيقه انا لسه ما اخترتش، بس قدامي كام واحده كده، لما افضل هلاقي واحده منهم. طب ما تقول لي عليهم ونختار سوا. يا اخويا روح اختار لنفسك انت يا سي مختار بدل ما تختار لنا. كله باوانه يا حجوك، واول ما اطمن عليك في بيت عدلك واشوفك كده مرتاح ومتهني اشوف نفسي انا بقى. اوبا، مين اللي هياكل كل ده؟ انتي بالهنا والشفا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابل. يلا يلا بسم الله. وده ثمنه كام بقى ده؟ تمالك ومال التمن، ما تقلقيش انا اللي هدفع، واطمني مش ههرب واسيبك تغسل الصحون عنده. ايوه انت هتدفع دلوقتي وانا اكيد هدفع بعدين، ما هو مش معقول تكون بتعمل كل ده معايا لوجه الله، اكيد في حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، كل الحكاية إن أنا تعاطفت معاكي ومع ظروفك. الله، الناس مش لبعضيها ولا إيه؟ بس كده؟ لا، و بصراحة كمان أنا معجب بيك، ارتحتي؟ طب وآخرة الإعجاب إيه؟ بص يا حاج، أنا ست متطلقة لكن أنا مش بتاعت لف ودوران. أنا كمان راجل بتاع ربنا وماليش في الحرام. يعني إيه؟ تجوزيني. أنا أتجوزك أنت؟ على سنة الله ورسوله بمأذون وشهود.
بس انا بقى ليا شرطين. انا راجل متجوز وعندي رجاله كبار، وماما الحاجه ست مريضه بالقلب، خبر زي كده ممكن يقطع عليها، عشان كده جوازنا لازم يبقى في السر. طب والتاني؟ مفيش خير في تعال. انا راجل في اواخر العمر، وعلى راي المثل ولاد الشيبه يتامى. وطمني حقك هتاخديه تالت وتالت، وكمان هأمن لك مستقبلك. ازاي يعني يا حاج؟ هدفع لك مهر نص مليون جنيه، ونص مليون تانيه هجيب لك بيهم الشقه، ده غير الشقه بقى هجهزها لك وارتبها من مجاميعه واكتبها لك باسمك كمان. انا مش عارفه، انا حاسه اني متلخبطه، مش عارفه افكر. خلاص لما تفوقي بقى من اللخبطه فكري براحتك واحسبيها كويس وبلغيني بقرارك. شفت حجوك سعر الدولار غير ازاي؟ اه ده هيغلى اكتر كمان، طالع ومحدش لعيه. ده بيقول لك في السوق السوداء بيتباع بضعف ثمنه. او كده بقى يا عم مختار، الكيماويات اللي احنا بنستوردها دي هتقف علينا بالخساره. اه هو انت مش وردت تتهمل العمليه قبل الشحن؟ حصل. خلاص يبقى احنا كده في السليم. سلام. العمليات اللي جايه هنعمل فيها ايه يا خفيف؟ انا عندي فكره ممكن نكسب منها تمام التمام. فكره تاني؟ سعر الدولار في البلاد اللي حوالينا معليش قوي، انما عندنا عالي على الاخر. يا عم الناصح، ما هو المهم عندنا، واحنا عايشين في حته تانيه. ما انتش فاهمني يا حجوج. واحده واحده، احنا دلوقتي ممكن نبعت حد من العيال تبعنا لاي بلد من البلاد اللي حوالينا اللي سعر الدولار لسه فيها حنين، ونخليه يسحب لنا من حسابنا بالدولار بس من حساب المصري، ويجيب الدولارات دي على هنا ونبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن، ونستفيد من فرق السعر، وبكده بدل ما نخسر وقت الازمه نكسب ونستفيد. برافو عليك يا مخ، فكره هايله. طالع لابويا يا حجوجه. تحب تلعب بكام؟ نقول نجرب في الاول كده بخمسينية، خمسين الف يعني. بس نسبتي محفوظة 20%. اما 10% كفاية عليك قوي. يا حاج مش لسه في مصاريف وسفر واقامة الراجل بتاعنا هناك؟ يا تبطل حدائق، هو انت يعني بتدفع الحاجات دي من نسبتك؟ ما انت بتحملهم عليا انا يا اخي. اذا كان كده ماشي، ايدك عشيك. فين يا مختار؟ يا للغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. اديني اديني اكتر الميه في ايديك سكر. من هنا يا اخوي. يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 الميه اديني. ده انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. ايه ده؟ انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. لما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبي لي الميه في ايديك. يا اصحى يا سي مختار، اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشيء ايه بس؟ هو انا دبنا؟ اصحى يا اخويا، اصحى ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى؟ وبعدين؟ لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر ادن. هاي حصتي السودياني. اما انا بحب يوم الجمعه ده بشكل عشان كلنا بنبقى مجتمعين فيه. ربنا ما يحرمنا من اللمه الحلوه يا رب. امال مختار فين؟ اهو اهو مختار اهو اهو. صباح الخير يا حاج. صباح
صباح الخير يا ست. صحي على الاكل كده على طول. اعمل ايه يا حاج؟ ده انا راجع الساعه 8 الصبح. وانت ايه اللي مرجعك 8 الصبح يعني؟ مفيش، طلبيه كده كنت بخلصها وبسلمها. طلبيه برضه؟ طب والتجار اللي انت كنت معاهم دول مش يناموا بدري عشان يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم؟ يا ابني دي ليله جمعه والناس صبحها اجازه بقى. الله، وليله الجمعه دي مالهاش حدود. المفروض انك انت تنام بدري وتصحى بدري عشان تصلي الجمعه. اه والله يا حاج، نعوضها بقى الجمعه الجايه ان شاء الله. مالك يا حبيبي ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يعني يا ماما؟ كفايه انتوا بتتكلموا طول عمرك كده سهون. تفضل ساكت انما تراقب اللي حواليك، عشان كده طلعت ظابط. الله يا سلام، الدرجات دي نكتتي بايخه ما ضحكتكش؟ لا ابدا يا بابا، بس حضرتك ما قلتش نكته اساسا. خد يا حاج ورق عنب. ايه يجنن؟ انا عامله لك بايديا. شبعت، ورايا ميعاد عاوز الحقه. طب وانا كمان بقى لازم اقوم عشان الحق بتاع السيراميك واتفرج على البضاعه براحتي. يلا سلام. ايه اصله ده؟ دي طريقه اتكلم بيها ابوك. ما تتدخلش انت يا مختار لو سمحت. بصراحه بقى مختار عنده حق، انت كنت قليل الذوق قوي مع ابوك. وبعدين انا ربيتك على كده يا اشرف. انا اسف يا ماما، بس لو سمحت سيبيني دلوقتي، انا فيا اللي مكفيني. ما كلنا فينا اللي مكفينا، ما بنعملش كده. خلاص محدش غيرك عنده هموم. ما قلت لك ما تتدخلش انت يا مختار، ولا مش ناوي تجيبها لبره؟ لا يا راجل، ما تقوم تضربنا احسن، ولا تخلي جوز عساكر من عندك يجوا يحبسوني. وبعدين معاكم يا اولاد، ازاي تتخانقوا وانا قاعده في وسطيكوا؟ انا ايه مكان النوم؟ القعده هنا تخنق. مالك يا اشرف؟ فيك ايه؟ مش حوايدك العصبيه دي يا ابني؟ معلش يا طنط، اصل عندنا خبر مش حلو. خير يا بنتي؟ عمر. ماله عمر؟ من يومين وديناه للدكتور وكشف عليه ولقى عنده تضخم في القلب. تضخم في القلب؟ يا حبيبي يا ابني، ده جاله منين ده؟ الحساسية اللي على صدره يا ماما عملت له مضاعفات وأثرت على قلبه. يومين يا أشرف؟ يومين وما تقوليش يا ابني وأنت شايل جبل على كتافك؟ شايل الحمل ده كله لوحدك؟ هقول لك إيه بس يا أمي، ما كنتش عايزة أضايقك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا ابني، إن شاء الله يا حبيبي هيخف وهيبقى زي الفل. أنت بس خلي عندك شوية إيمان بالله. الحمد لله على السلامة يا حجة، وربنا يطمنا عليكي دايما. تسلم يا حج يا أبو الذوق. هو مش هتطلع علشان تشرب معانا أي حاجة يعني؟ لا معلش، الوقت متأخر، وقت تاني، وكمان عشان الحجة تستريح. لا لسه بدري، والنبي تطلع، ده أنا عندي بن محوج يستاهل بقك. اطلع بقى يا حج. ماشي يا حج. أهلا وسهلا. عشان خاطرك أنت بس أنا هطلع. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. الحاره نورت. منوره باصحابها. اتفضل يا حاج، خطوه عزيزه. يا عز مقدارك. وايه الحكايه يا جدعان؟ تاني الراجل ده؟ وايه حكايته؟ عمال يتنطط لهم كده زي حرام الفراخ. ده انا اخطف عمره قبل ما يفكر يخطفها منه. اهدى بس يا خاشق. اوعى يا اهدى بس. امسك خد القرص ده. قرص ايه؟ غور من وشي يا جحش. هيخليك عالي العار. اتفضلي يا ماما. تسلمي يا بنت، تسلمي من كل راجل. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. روعي. مين الراجل ده؟ انت مالك؟ بقول لك مين الراجل ده يا بنت؟ واحد قريبنا. وبعدين انت ايه اللي دخلك في حياتنا؟ انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تتدخلش في حياتي. يا ما انا بحبك. ليه مش عايزه تفهميني يا اخي؟ وانت ليه مش عايز تفهمني؟ مش عايزاك. امشي اطلع. طيب طيب خلاص، بس اعملي حسابك في بينا وبين بعض كلام تاني. امشي اطلع بره. نور يا حاج. انت مضلم. مين ده؟ واحد جارنا وبيحبني وعايز يتجوزني بالعافيه. معقوله لسه في كده؟ واكتر من كده يا حاج، ما احنا ولايه في زمن صعب، لا لينا ظهر ولا راجل يحمينا. اطمني يا ست ام نعمت، من هنا ورايح انا راجلكم، لان انا بطلب منك دلوقتي اهو ايد بنتك نعمت على سنه الله ورسوله. قلت ايه؟ عايزه
عليا الحرام من ديني لقطع خبره. لحد هنا اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه وانا هتوه؟ ما انا عارف سكتي، انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس، صباح الخير. وانت من اهل الخير، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. صور مع بعض بقى خمسه كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. شكرين. حالا هجيب لكم الشربات. معاكي الباسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسال ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره ورحنا قضينا تلات ايام عسل. فين؟ لبنان، بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لهم. عيب يا حجوجه، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. الدنيا وصلني. جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. سفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر، هعمل إيه؟ مضطر. أصل يا ست الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يعني زي ما تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما أسافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي تلات أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يو يا حاج عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على إيه؟ ده حتى الدنيا غنوة، نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير. طب إيه رأيك بقى؟ أنت رايق على الآخر. عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقه على الاخر يا حاجه. ما هو بصراحه ربنا انا مش عاوز اسافر وسايبك متضايقه. ده انا قلبي داري يا حاجه. ده اللي انت بتعمله. هتحبي تنرم تنرم. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاج. اضحكي يا حاج اضحكي. طيب وريني الضحكه. ايوه كده. ايه اتجوز خلاص؟ قلت اجي اقول لك عشان تبقى عارف وما تتفاجئش. انت ايه يا اخي كبرنا؟ راعي كلامك يا اشرف، ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا. ولا اسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول. طبعا. بس نسيت بقى بينك بتجوز ابوك لضرة امك، ما تمرش فيك تربيتها؟ بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطه رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا. يا ابني افهم افهم، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، ده ابويا مش انا اللي ابوه، ولا عايزني اخصبه؟ لا ما تخصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها. بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. يوه الظاهر انا غلطت اني قلت لك. وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي. ما انت عايشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك، واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسستني كاني شيطان. انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك؟ طب اديك عرفت. عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت. والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني. ما تعيشليش بقى في الدور كلنا زي بعض يا حبيبي. ماشي؟ لا. عادي انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان.
وبعدين ان شاء الله ممكن يشوي بكره بتعودي عليه ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك لا الله. مش هقول لك حاجه الله الله لا 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 في ايه؟ تعالى يا حاج عايزه اقول لك حاجه. نعم يا روح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين ده اللي حلق؟ شنبك. انا يمكن تأكيد اتجننتي ليه؟ ده حتى مكبرك مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ ما انت اصلك مش فاهمه. شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظر المناخير، لا الشنب ده رمز الرجوله وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ اه نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نولوك. والله هي فكرة حكاية النولوك دي. لا وبيقولوا النولوك ده بيخليك إنسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني إيه؟ هيدخلني بطن أمي تاني؟ طب جرب وأنت تعرف. نجرب بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجعه النولوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضه. يبقى هنرجعه زي ما كان وأمري لله. يا ساتر، هو أنا شكلي وحش للدرجة دي؟ فشر. ده انت طعم ومسمسم. بس انا اللي عايزك تسمسم شويه كمان. مش معقوله هندخل بقى لبنان وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نوره ماما ما تعرفش حاجه خالص. اوعي تغلطي وتقولي قدامها اي حاجه. احنا مش ناقصين مصايب اكتر من كده. يعني ايه هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ بابا هو اللي قال انه هيقول لها في الوقت المناسب. اخصى عليك يا بابا، اخصى عليك يا بابا. بقى كده تعمل كده يا نوره؟ امال مش كده؟ ما تخلينيش اندم ان انا قلت ايه. انت بتعيطي على ايه؟ مالك يا نوره؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده انا سامعاكي من جوه. في ايه؟ لا ابدا يا ماما، اصل انا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شويه. شفتي؟ شفتي يا نوره اللي حصل لنا يا بنتي؟ اه يا ماما شفت شفت. صعبان عليا الواد ده قوي حبه عين. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حته. انا اصلي عندي بطاقه استيراديه بستورد بيها كيماويات للمدرسه بتاعتي. باين عليك بزنس مان كبير يا حاج. تجاره شطاره في المكسب مش في الخساره. لا لا لا، خساره ايه؟ ربنا ما يجيب خساره. انا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافه ايه؟ ما هي تجاره برضه. تاجر شنطه يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمظات واللازم منه. مجوهرات يا حاج؟ وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الادويه المستورده. الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه والسوق محتاجه عطشان يا حاج. قصدك المتهربه؟ مادام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كانت دواء بتاع الانفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه. في 4 ايام يا حاج بعتها ب 200,000 جنيه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. مكسب 300% في ظرف 4 ايام. يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعه. بقولك يا حاج ما تجرب وتخش معايا في صفقه من دول. هو بصراحه المكسب مغري مغري قوي، بس برضه انا يهمني افهم التفاصيل الاول. خلاص اول ما ننزل مصر نقعد قعده على رواقه كده احكي لك كل حاجه من طقطق. السلام عليكم. يبقى اتفقنا. وهي فرصه الواحد يسأل في توصيل دواء للمرضى، دواء شافي بدل الأدوية عديمة المفعول اللي عندنا. وهو كله بثوابه. ملك يا عمر، ملك يا عمر. عمر أزمة جت. في إيه؟ بسرعة بسرعة. ملك يا حبيبي افتح بقك. أشرف 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 أشرف. في إيه؟ خير؟ في إيه بطاقة؟ فوقك قوي. إيه؟ اطلب لي إسعاف، اطلب لي إسعاف. اطمنوا يا جماعه ان شاء الله خير. احنا حاطينه على جهاز التنفس الصناعي وربنا يستر والازمه تعدي على خير.
اعملوا كل اللي تقدروا عليه، حتى لو عايزين تسفروه بره سفروه، واي تكلفه انا ما عنديش مانع. انا ما اخبيش عليكم، هي الحاله حرجه فعلا، بس احنا ان شاء الله عندنا حلول كتير قوي ليها. على الاقل مش محتاج يسافر بره دلوقتي. هو عنده ايه بالظبط؟ هو عنده تضخم في القلب، بس احنا املنا كبير ان شاء الله ان التضخم ده يروح بالادويه اللي بنديها له. طب افرض ما خفش؟ والله انا مش عايز ازعجكم نسبه الاحداث، بس احنا في الحاله دي املنا الوحيد ان احنا نزرع له قلب جديد. قلب جديد؟ قلب جديد يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده كله؟ نص مليون جنيه مكسبك في العملية يا حاج، ده طبعا بعد خصم 150 ألف نسبتي و25 ألف مصاريف. يا دين النبي، أنت بتتكلم جدا يا دين؟ أمال بهزر؟ النص مليون قدامك اهم، المسهم وحسهم وشمهم زي ما انت عايز، ده حقك ونصيبك. ده انت وقعتلي من السما، انا ليه ما عرفتكش من زمان؟ كله بأوانه يا حاج. صح، اتفضل يا نجيب، وصلاتك ايه حسب الاتفاق؟ احبك، احبك وانت مصحصح معايا يا حاج. لا مصحصح ايه بقى؟ أنا كان لازم أصحصح معاك من 26 سنة. تصور يا نديم، أنا بكافح في المدبغة دي وفي المحل بقالي 26 سنة، ما تحصلتش فيهم إلا يمكن على 6-7 مليون جنيه بالكتير، و100 ألف أهيف اديتهم لك لمدة أسبوعين اتنين. أسبوعين يوم يرجعوا لي بنص مليون. دي 4-500%. أمال بقى يا حاج، لو قلت لك على عملية مكسبها 1000%. عملية ايه دي؟ صفقة العمر يا حاج. المليون فيها يرجعوا 10 مليون. 10 مليون؟ ليه ده؟ احنا هنتاجر في ايه؟ في الكودافين. في ايه؟ الكودافين. مش الكودافين ده بتاع دواء الكحة اللي بياخدوه العيال الصيع في الشارع عشان يسطروا يعملوا دماغ؟ الله ينور عليك. لو معاك روشتة الإزازة منه ب10 جنيه، ما معاكش الإزازة بتوصل 300 جنيه. يا دين النبي، 300 يعني 30 ضعف. وعليه طلب وشاحح مش موجود يا حاج. أيوة نديم، بس ده مخدر ومحطوط على الجدول. جدول إيه بقى؟ إحنا مالنا ومال الجدول بس يا حاج؟ الله، هو مش في ناس تعبانين بجد ومحتاجينه؟ اه اكيد. يبقى دواء، دواء زي اي دواء، واجب علينا ندخله. ايوه، وده بقى ان شاء الله هندخله في الاجزخانات من ابو 10 ولا لا؟ طبعا اكيد هنبيعه من ابو 300. احنا هنبيع الجمل بما حمل لحد متخصص، وهو ونيته بقى. كلامك معقول. الاتفاق ان الشحنه اول ما توصل نسلمها له، ونستلم احنا بقى فلوسنا. اللي بعد كده ملناش فيه. ايوه بس احنا هندخله ازاي؟ وهنجيبه منين؟ في مصنع ادويه في الصين بيصنع خام الكودافين. احنا هنتفق معاهم على الكميه اللي احنا عايزينها، ونخليهم يحطوها لنا في علب صفيح ويغطسوها في علب الكله، ونستوردها بقى في شحنه ببطاقتك الاستيراديه في كونتينر على مصر، وندخلها على ايدنا كل عاديه بتستعملها في شغلك. بطاقه تانيه؟ ايه ده عندك يا عم نديم؟ هاي هاي هاي، ده انا كده هبقى متصدر، ودي مسؤوليه عليا. لا 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 يا حاج، يا حاج دي صفقه العمر، وانت هتعملها كل شويه؟ ده هي مره وشكرا على كده. معلش ولو انا راجل طول عمري محترم وليا اسمي وسمعتي، وما اقدرش اخاطر واعمل حاجه زي دي ابدا. ما علشان اللي انت بتقوله ده يا حاج، الشحنه دي هتعدي في امان. انت راجل اسمك زي الذهب وسمعتك زي البرلاند، محدش هيشك فيك. جريئة يا عم نديم، انت بتطلب مني حاجة ممكن تدمرني وتهدي كل اللي انا بنيته. ايوه يا حاج، بس ممكن تعدي وترفعك لسبع سما وتعمل منها ثروة عمرك ما كنت تحلم بيها. حاج ما تنساش، المليون بيعمل 10، والعشرة بيعملوا 100 مليون.
طب اديني مهلة افكر. ماشي يا حاج براحتك، فكر زي ما انت عايز، بس ما تاخدش وقت يا حاج في التفكير، علشان لو مش ناوي الاقي حد تاني بدل الفرصة ما تروح من ايدي. افكر. الله يا حبيبي، ده يجنن، حلو قوي. ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. مش تقولي لي بمناسبه ايه؟ هو في بين الراجل ومراته كلام من ده؟ ايوه بس اكيد في سبب. ايه هو؟ خلصت صفقه الادويه مع نديم، كسبت منها 500,000. نص مليون جنيه؟ وشك حلو قوي على عروسه الهنا كده. حف كده مفيش غموس؟ الغموس في صباعك اهو. لا يا حاج، دي هدية عريس لعروسته. وعدها لك يا حلوة، ما انت لسه واخدة شبكة بنص مليون. اديك قلتها يا حاج، شبكة، انما الشغل حاجة تانية. شغلي ايه؟ هو انت عملتي حاجة؟ هو مش انا اللي معرفاك بنديم. حاضر يا حلوة، يبقى انا عرايك ب20,000. لا، اقل من 50 مش هينفع يا حاج. 50,000؟ 10%؟ عشان ايه؟ عشان بتحبني وما تقدرش على زعل. غالي والطلب رخيص، يبقى انا هعوضها في عمليه تانيه. طيب، هدخل املى بني واستناك فيه. ماشي، ما تنسيش تحطي بالشامبو اللي بريحه الخوخ، ريحته بتعجبني عليكي قوي قوي. من عينيا يا حاج. يا دخله من باب الحمام. خوخه ايه؟ ده انت قشطه، عسل وربنا عسل. حمام، احنا يهمنا حمام. خير يا حاج، قالوا لي انك طلبتني. انت تعرف خبير متأمن كويس؟ اعرف خبير متأمن كويس، انما ليه يا حاج؟ عاوزه يتأمن لنا الفيلا وشقه اسكندريه والمدبغه والمحل، اصل نويت ارهرهم للبنك. خير يا حاج، كفالة الشهر. ما تقتل يعني انت، ما تبقاش خفيف كده. قلقتني يا حاج. انا قصدي بجمع فلوس، داخل على خبطة عمري، لازم اوفر لها كل جنيه، لان كل جنيه هحطه فيها هيرجع لي 1,000 زيه. يا 1,000، نهار ابيض. انما عملية ايه دي يا حاج؟ ادوية متهربة. يا نهار اسود، ده كده بعاوة يا حاج ولعب من على الشمال. كل حاجة مترتبة ومش ناقص غير التنفيذ في أسرع وقت. وبعدين عوق ليه؟ دي أدوية هتعالج الناس، وإحنا هنتاجر في المخدرات. بس متهربة. اللي أقول لك عليه تعمله وأنت ساكت، مش عاوز أي مخلوق يعرف الموضوع ده غيري أنا وأنت، فاهم؟ إذا كان كده ماشي. الخبير المسمن بتاعنا قدر ممتلكات سعادتك ب 6,000,000 جنيه وفايده 12%. ايوه فريب ايه بس، ده قليل قوي قوي قوي. الخبير اللي انا جبته قايم ب 10,000,000. يا عبد الستار بيه، دي امور بنكيه ما نقدرش نتخطاها، وسعادتك سيدي العارفين البنك عندنا ما بيثقش الا في اراء خبراء معينين. طبعا، عشان بيحابوا له يا باشا. صدقني يا حاج، لو في ايدي اي حاجه اعملها لسعادتك ما كنتش اتاخر. سعادتك عميل قديم وعشره عمر ما بيننا. ماشي، ايه بقى المطلوب عشان نقدر ننفذ اجراءات القرض؟ اوراق المرهونات واثباتات الملكيه، وسيب الباقي على الله وعليا، واللي فيه الخير يعمله ربنا. واركب الحنطور واتحنطر دلن واقعد قدام. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله الله، انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ده انت ابو النوم بيركبك بدري. استنياك يا حاج. ليه، في حاجة؟ في حاجات. خير؟ من ساعة ما رجعت من سفرية لبنان وانت متغير. متغير ازاي يعني؟ يعني سهرك كل يوم بره البيت، صبغة شعرك، قمصانك الملونة، وبنطلوناتك، قلعت الجلابية، حاجات كتيرة قوي، بقى شكلك غريب. عندك حق يا حاجة،
حكيم انت مرايتي اللي بشوف نفسي فيها من غير كذب ولا تزوير. انا فعلا اتغيرت يا حاج، بس انا قاصر التغيير ده ليه يا حاج؟ انا اصلي داخل على صفقه عمري، لو تمت على خير باذن الله حياتنا هتتغير خالص. صفقه؟ صفقه ايه دي؟ توكيل مواد كيماويه. بس ايه يا حاجه؟ ماركه معتبره. وعمليه زي دي تغير من نفسيتك كده؟ وابو كده كمان، بقولك هتوديني حته تانيه خالص. انا هبقى الوكيل الوحيد المعتمد في مصر وفي الشرق الاوسط كله. طبعا عمليه زي اللي بقى محتاجه ان لوك جديد، يعني لبس جديد، شعر جديد. انا بفكر البس باروكه بس اتكسفت من الناس، وخصوصا يا حاجه ان انا هتعامل مع اجانب وناس عليوي قوي. لوك جديد، هما بقى عايزين شكلك ولا عايزين شغلك؟ يا حاجه افهمي، كل مرحله وليها مكحله عشان الشحلله. انا مش فاهمه منك حاجه بصراحه. انت قادره احضر لك العشاء ولا تعشيت بره زي كل يوم يا حاج؟ لا زي كل يوم. تصبح على خير. وانت من اهله يا حاج. واركبي الحنطور تكتم تكتم واتحنطر تم تم تم. تمام يا اختر؟ تمام يا حاج، كل شنطه 2.5. كده يبقى المبلغ 10 مليون جنيه بالتمام والكمال يا حاج. شكرا يا باشا. العربية جاهزة يا مختار؟ جاهزة يا حاج. على بركة الله. يلا يا رجالة. شكرا. شكرا يا سيدي. تحت أمرك يا حاج. اتفضل يا سيدي. تاني يا حاج. لا تاني إيه؟ ده المرة دي هتمضي على 100 وصل. كل وصل بمليون جنيه. إيه؟ إيه يا حاج؟ أنت عايز توديني في داهية؟ لا مش داهية واحدة. دول لا مؤاخذة هيبقوا 100 داهية. ده لو لعبت بديلك، انما لو مشيت مظبوط وصلاتك هترجع لك وفوقهم 15% نسبتك. انت حاج فاهم يعني شويه الوصولات دول هم اللي هيضمنوا لك حاجه. طب انا ممكن اخد الفلوس وكنت بره مصر، دول 10 مليون يعيشوني باشا في اي حته. ما عشان كده انا جاي معاك الصين. تيجي فين؟ رجلي على رجلك. ده شقى عمري كله وسالب فوقه بالفايز كمان. ما عنديش استعداد اخسره ابدا. ايوه حاج، بس ده تعب عليك. وهتعب اكتر لو فلوس سافرت وسابتني هنا لوحدي. عشان كده انا لازم اجي معاك واشوف الفلوس دي وهي بتدفع للصينيين قدام عينيا. يا كده يا مش تعب. ماشي. بدي تشوف يا حاج. عند بقى الوصولات وشوف عاوز كام عربون علشان تربط العملية. عربون ايه يا حاج؟ الفلوس كلها لازم تدفع قبل العملية. الكلام ده؟ ده شرطهم الوحيد. هتفرض طلع النصابين. لا نصابين، نصابين ايه؟ عيب يا حاج. دول ناس محترمة، ناس ليهم وضعهم واسمهم في الصين. يعني دول ناس معلمين محترمين بس صيني. عادي كله بالانجليزي امضي والعربي عادي يعني؟ امضي الامضة اللي انت عايزها يا حاج. ستار ليل. سي عرو هنا سردايش بمعرفتكم. شكرا شكرا. عفوا عفوا. كده تمام؟ لا تمام ايه؟ اديله الفلوس بقى. اديله الفلوس من غير اصرارات ولا شيكات ولا حاجه. ما انت معاك العقد اهو يا حاج. ولا هعمل ايه بالعقد؟ هشتكيه بالعقد. يا حاج قبل كده انا قلت لك دول ناس مضمونين، انا ضامنهم. طيب يا عم ناديه بلاش عصبيه. سيدي هذه هدية لكم. هدية لنا؟ شكرا شكرا. ماشي يا شيخ. اعمل ايه بدي؟ اديني كده يا حاج. اصل بصراحة يا حاج انا قلت لهم يعني ان انت لسه عريس جديد فهم ادوك منشطات هدية. يعني فياجرا صيني؟ والله عنده سوق. ان شاء الله مردود لك في الفرح وهدعي لك، واول عيل هسميه سونج.
مش قادرة نفسي. بتقول لي ليلى السيري افتح لك الشباك يدخل لك شوية هواء. لا لا يا حاسس ان مالك يا حاج؟ حاسس ان روحي مش حبي. روحك ايه؟ يا لهوي مالك يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ايه؟ يا لهوي انت بتعمل كده ليه يا حاج؟ يا لهوي مختار 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 مرة كده. ها حبوب. الو يا نعمة. واحدة واحدة مش فاهم حاجة. الحقني يا بوب. ايه اللي حصل؟ ايه؟ هنوتي ده يا مختار؟ هو ابوك هيفضل هنا؟ امال هيروح فين؟ اكرام الميت دفنه. ايوه دفنه بس بالشكل اللي يليق بيه، ولا عايزين تفضحونا؟ ليه بس قر؟ ابونا سعد لازم خارجته تبقى من بيته، من وسط مراته وعياله. تنسيم ماما هنقولها ايه وهي فاهمه انه في الصين؟ قولها جات له الازمه في الصين فنقلناها لهنا. ده على اساس ان الصين دي في المانيال؟ سعد انا مش قادر اصدق ان ابويا حبيبي. احنا هنقول لها انه وانت بتستقبله في المطار جات له الازمه في العربيه، وعلى ما رحتوا المستشفى كان السر الالهي طلع. ماشي ماشي كفايه عليها خبر موته، ولا هو موته خراب ديار؟ لازم صورته تفضل قدامها زي ما هي. مستنيين ايه؟ يلا بسرعة. أنا قلبي كان مقفول، قلبي كان حاسس. أنا مش قلت لك يا بنتي، مش قلت لك. هدي نفسك يا ماما، الأعمار بيد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي مزعلني ومحزنني إنه كان جاي كان عايز يعملها لي مفاجأة. يا بختك الاسود يا نعمة. اهدي يا نعمة اهدي، بس اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. الراجل الوحيد اللي حبني، الراجل الوحيد اللي امنت له وقلت هعيش معاه وفضله سابني ومات. ايوه يا نعمة، بس احنا لسه عايشين ولازم نتصرف بسرعة قبل البضاعة ما توصل. يعني ايه؟ مش فاهم. الحاج الله يرحمه استورد البضاعة باسمه، يعني محدش هيقدر يستلمها غير الورثة. يا اما بقى تترمي في المينا، ولو اتفتشت هتبقى مصيبة. يا نهار اسود، هتروحوا كلكم في حديد. ده غير ان الفلوس اللي دفعها الحاج هتروح عليكم. لا كله لا كده، ده انا ليا فيهم حق الشرع. عشان كده يا نعمة لازم تكلميهم، لازم تفهميهم الموقف عشان يلحقوا يتصرفوا بسرعة ويجهزوا الاوراق المطلوبة قبل الشحنة ما توصل. البقال ونعم بالله يا حبيبتي، تفضلي. الله يرحمه كان راجل ولا كل الرجالة. ايوه قطع بيه، كان ملاك ماشي على الارض. ايه يا ماما مالك؟ صداع جامد قوي. خدت دواء الضغط يا اختي؟ مش ليه ماما. ميه 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 يا ماما. ضغطها عالي فجأة والحمد لله هي كويسة الوقت.
الله يطمنك يا دكتور، الله يطمنك. واهم حاجه تبعدوه عن الزعل والتوتر. نبعدها عن الزعل والتوتر ازاي يا دكتور؟ ما انت عارف الظروف اللي احنا فيها. والله انا قلتلكوا على المفيد. عن اذنكم. شكرا يا دكتور. معايا هنيه. ما لو عرفت المستخبي بس هيجرى ايه؟ بس يا سعد الموضوع ده مش لازم تجيب سيرته خالص، الموضوع ده انتهى مع موت بابا. انتهى ازاي؟ مش في عقد جواز شرعي وفي زوجه ثانيه ممكن تطالب بحقها في الميراث؟ يا اخي وطي صوتك مش وقته. سعد خلاص هنحل الموضوع ده معاها وهنراضيها. يلا نطمن على ماما. يلا يلا. ايه يا حبيبتي؟ الف سلام عليك. سلامتك يا امي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك ربنا يخليكوا ليا. مش عارفه ايه اللي حصل لي ده. ازمه وعدت يا ست الكل، كده برضو تقلقين عليكي. وانا كمان قلقانه عليكوا قوي كلكم. ليه يا حبيبتي بس قلقانه؟ ما احنا كويسين اهو. ابوك الله يرحمه كان مضلل علينا كلنا. الله يرحمه بقى. كان كبرنا كلنا. كان واخدنا كلنا تحت جناحه. إنما دلوقتي آن الأوان تكبروا عشان محدش هيضلل عليكوا غير إيديكوا. حسك بالدنيا يا ماما. أنا نفسي يا ابني محتاجة لكبير، ولازم تكونوا كبار تبقوا قد المسؤولية عشان تقدروا تحمونا من أي خطر. طمني يا ماما طمني، أنت مخلفة رجالة مش كده ولا يا سعد؟ آه طبعا طبعا يا أمي. ما تقلقيش يا ماما، انت ونوره في عينينا، احنا مالناش غيركم. الله يرحمه دفع كل فلوس للصيني، يعني البضاعه بقت بتاعتنا خالصه مخلصه. طب والبضاعه دي هتوصل امتى؟ معرفش بس عندي اللي يدلك. الحقيني بيه. ايه ده بالساهل كده؟ امال بايه؟ بالاتفاق يا عينيا. اتفاق على ايه؟ حقي الشرعي، مش عايزه لا اكتر ولا اقل. الحكايه كده بقى كده، وابوها وامها دول 100 مليون جنيه يا حبيبي. 100 ايه؟ 100 مليون جنيه، حق الشرعي فيهم 4 مليون جنيه. انت متاكده من الرقم اللي بتقوليه ده؟ هو الحاج كان هيجازف بكل فلوسه الا عشان المكسب كبير؟ معاكي حق. وعموما مش هنختلف، حقك هتاخديه كامل ومكمل. الخير هيبقى كتير ان شاء الله. بقي مش هينفع يا حبيبي. امال ايه اللي ينفع؟ هتمضي لي على 4 وصولات. كل وصل فيهم بمليون جنيه. يا نعمة، انت مرات الحاج بصحيح. عشت معاه قليل بس اتعلمت منه حاجات كتير، واللي اوله شر اخره نور. نور ايه؟ انت خليتيها ضلمه. يبقى انت ما كنتش ناوي تدفع. يا نعمة لو المكسب زي ما بتقولي هديك الاربعة مليون. خلاص امضي وخليني اصدقك. صدقيني من غير وصولات، انا راجل كلمتي عقل. الله. خلاص يا عينيا براحتك، ابقى ادور لك على واحده غيري بقى تدلك على الراجل اللي هيقول لك قرار العمليه. يا نعمه انت بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني. من ايدك من رجلك يا حبيبي ما يهمنيش، المهم اني احافظ على حقي. طماعه قوي. هتمضي ولا هنفضها سيره؟ يا نعمه ده انت مرات ابويا، يعني في مقام امي، في ام تعمل كده في ضناها. حش حش يا اخويا، ام مين؟ ده احنا لو دورنا في بطاقتك هنلاقيك اكبر مني. ماشي انا الاكبر، يبقى الصغير يسمع كلام الكبير ويصدقه. انت باين عليك فاضي وجاي تتسلى، وانا بقى مش فاضيه. فاضي والله فاضي، والحاج الله يرحمه. الله يرحمه يا اخويا. سابنا على الحديده، ومش معقول امضي وصولات وانا مش ضامن اسدها. مش هتسدها ازاي؟ ما انت هتكسب فلوس قد كده. وممكن اخسر، ولو اتقفشت هروح في داهيه، هتشيلي من عليا انت بقى كذا سنه سجن. شر بره وبعيد يا اخويا، تفهم من بقك. ما هو اللي يحسب الحسابات في الهنا يبان. وانا حسبت حسبتي خلاص، واذا مش عاجباك حسبتي روح دور لك على حته تانيه اقعد احسب فيها. حاسبي بس حاسبي، ولا ليه غيرك؟ هات الوصولات. طماعه. يلا ضربوا الاعور على عينه، والخسرانه خسرانه. يا اخويا ما تمضين، احنا هنقعد على قدك. طب نمضي اهو، مش هتاخديه انت، هياخدوا البنك. على رأيك. الله يرحمك يابا. ويبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا حاج. حبايب. حبايب. هقابل الراجل امتى؟ هطلبه واحدد مع ميعاد. بسرعة.
الله يخليك بسرعة. والنبي يا اخويا انتوا اللي تخلصوا اعلام الوراثة بسرعة علشان تعرفوا تستلموا الشحنة. انت بقى نديم سليم؟ هو الحاج الله يرحمه كلمك عني ولا ايه؟ ولا جاب لي سيرة، بس اما حصل اللي حصل الله يرحمه ببص في الوصولات في الخزنة لقيتها ممضية باسمك، وكنت محتار اجيبك منين. هتحتار وانا معاك يا مختار؟ ده انت حتى من ريحة الحبايب. وبعدين علشان ما خليكش تحتار بعد كده اديني جبتهولك لحد عندك. بصوا بقى، انا احب المكسب وما اكرهش في حياتي قد الخساره. الله يرحمه الحاج، صحيح اللي خلف ما ماتش، وفي نفس الوقت ما احبش ادخل عمليه وعنايه متغميه، يعني افهم الحكايه من طقطق لسلامه عليكم. شكلنا كده هنتفاهم على الاخر. لا، هات لي من الاول وبالتفصيل. شوف يا سيدي، احنا موضوعنا سهل وبسيط، عامل زي عود الكبريت يولع مره واحده وبعدها هينطفي للأبد. يا خوفي لا يولع فينا ويحرقنا. عيب، يبقى انت لسه بتعرفش نديم. ما هو ده اللي مخوفني، خايف لماشي وراك يندمني. معايا مش هتندم يا مختار، معايا هتكسب على طول. إذا كان كده ماشي. يا سعد. يا سلام. خير. سلام. مالك يا سعد؟ مخنوق شوية. خير كفالة الشر. مختار، هو احنا هنعمل اعلام الوراثة امتى؟ مستعجل قوي كده على نصيبك؟ لا مش دي القضية، بس اصل انا بطني مفتوحة وعايز اكمل توضيب شقتي. ولا يهمك يا سعد، كل اللي هتحتاجه موجود ان شاء الله. بجد يا مختار؟ طبعا يا واد، ده انت اخويا الصغير. طب حس بقى ان انا اخوك الصغير، انا محتاج 5000 جنيه، وطبعا دول هيتخصموا من نصيبي لما نيجي نتحاسب في الورث ان شاء الله. هو دلوقتي صعب يا سعد، انما ممكن اول الشهر. طب كويس، تمام، ربنا يخليك ليا يا مخ. الا بالحق، انا كنت عايزك تعملي توكيل عنك لاداره المحل والمدبره، عشان في كام عمليه كده متعطله وعايز اخلصه. اذا كان كده ماشي. ربنا يخليك ليا يا اجدع اخ في الدنيا. ربنا يستر. غريبه قوي الحكايه دي. الحاج الله يرحمه ماليش على الموضوع ده، مع ان انا محامي من زمان وكاتم لكل اسراره. حضرتك انا متجوزاه على سنه الله ورسوله من فتره، وده العقد اللي بيأكد كلامي. وريني يا ست نشوف. ها فعلا دي قمصة الحاج. الله الله الله، ده مختار ابنه كمان شاهد على العقد. حضرتك لو مش مصدقني ممكن تسأله، الكل عارف بالموضوع ده. لا مش مصدقك ازاي؟ لا العفو، مصدقك طبعا، انما انا بس مستعجب. عامة أوراقك سليمة 100%، وده بيدعوني إن أنا أعمل تعديل في أعلام الوراثة وأضم الكواريث السادسة فيه. بس هطلب منك طلب، ممكن صورة من عقد الجواز ده؟ طبعًا. اتفضل. بقاء الله يا كوثر هانم، شد حيلك. ونعم بالله، كتر خيرك يا أستاذ لبيب. إيه ألف سلام عليكي، أنا سمعت إنك كنت تعبانة شوية. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. عامة أنا مش هطول عليكي. أنا الحمد لله خلصت إجراءات إعلام الوراثة، وإن شاء الله من بكرة هجري في إجراءات تسليم الثروة ليكم أنتوا الخمسة، ده طبعا بعد خصم نصيب نعمة مرات الحاج التاني. أنت بتقول إيه؟ إيه أنا قلت حاجة غلط ولا إيه؟ مرات مين التانية؟ لا ده أنا كده عكيت تقريبا أو غلطت باين ولا إيه؟ غلطت في إيه يا أستاذ لبيب؟ مدام كوثر اللي أنا أعرفه إن حضرتك عارفة. عارفة إيه بالظبط؟ عارفة إن الحاج متجوز واحدة تانية. متجوز مين؟ أنت بتخرب بتقول إيه؟ أنا مقدر صدمتك يا حاجة، لكن للأسف هي دي الحقيقة، لا يمكن أبداً أي حد يقدر ينكرها، خصوصاً إن صورة عقد الجواز ده بتؤكدها. اتفضلي حضرتك شوفي نفسك. لا لا مش ممكن، مش ممكن. لا خير يا دكتور، طمني. الضغط كان عالي جدا، واضح انها تعرضت لصدمه عصبيه جامده. استر يا رب،
استر يا رب. ادعوا لها ان ربنا يسهل وتعدي منها على خير. بعد اذنك. اتفضل. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. كله منك يا بابا. اشرف، مش هسمح تجيب سيره ابوك باي كلمه سوء. يا جماعه، يا جماعه استهدوا بالله بقى، مش كده. مش وقته ابدا الكلام ده دلوقتي. يعني انتوا مش شايفين ان كل اللي بيحصل لنا ده بسببه؟ حتى لو بسببه، ابونا واجبه علينا احترامه. وامك اللي نايمه دي وكانت هتروح مننا، ملهاش حق علينا. بس بقى، بس انتوا كده بتوتروني اكتر ما انا متوتر. اتفضلوا امشوا امشوا، يلا ماما مش عايزه حد منكم. ماما بين ايدين ربنا وانتوا الاتنين بتتخانقوا. اتقوا الله بقى. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. خير يا دكتور، قلقتنا. خير ان شاء الله. انا بس عايز اصارحكم بالحقيقه. تصارحنا بايه يا دكتور؟ للأولادنا الدوائيه مع قلب عمر فشلت، والتضخم بيزيد يا جماعه، ولازم نلحقه. والحل؟ الحل انا قلته لكم قبل كده، لازم يتزرع له قلب جديد. ايه؟ وباسرع وقت قبل ما المشكله تزيد وتخرج عن السيطره. وده هنلاقيه فين؟ في الحقيقه لازم حد يتبرع. في حد بيتبرع بقلبه يا دكتور؟ لا طبعا ما حدش بيتبرع بقلبه، بس بيبقى في ناس ضحايا حوادث بيكتبوا في وصيتهم ان بعد موتهم هم متبرعين باعضائهم. وده ممكن جوه مصر؟ هو ممكن، بس اصل الموضوع في مصر هنا جديد ولسه الناس ما تقبلتوش يعني. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي يا جماعه انكم تاخدوه بره، بس الموضوع ده هيكلف كتير قوي. كام يعني؟ يعني حوالي 200,000 دولار، يعني مليون وشويه مصري. مليون؟ انا عارف انه كتير، بس احنا كل ما بنتاخر الحاله بتسوء والمصاريف بتزيد اكتر. نص مليون جنيه حته واحده؟ ده في خلال يومين بالكتير، لازم اتحرك بسرعه. انت عايز المبلغ ده كله ليه يا اشرف؟ عمر يا سعد محتاج نقل قلب جديد. لا قوه الا بالله. قلب جديد؟ حبيبي يا عمر، والقلب الجديد ده هيتكلف المبلغ ده كله؟ ده نص المبلغ بس، في 600 تانيين ادفعهم على دفعات. لا اله الا الله. ارجوك يا مختار، اسحب لي المبلغ بسرعه وبعد كده ابقى اخصمه من الميراث. ما هو اصل اصل ايه؟ هي فيها اصل؟ دي حاله حرجه، وبعدين انت الوحيد اللي معاك توكيل من بابا الله يرحمه. بس التوكيل يعتبر لاغي بسبب الوفاه، يعني لازم نستنى اعلام الوراثه. ايوه بس انت ليك حق التوقيع والصرف من حساب بابا، يعني ممكن بكره الصبح تروح البنك وتسحبهم لي. ما هو اصل اصل ايه؟ ما تتكلم. انا ما كنتش عايز اتكلم، بس انتوا كده هتضطروني اني اقول لكم. تقول ايه يا مختار؟ انا مش فاهم حاجه. حسابات البنوك كلها فاضيه، والفيلا والمحل والمدبغة وحتى شهادة اسكندرية مرهونين للبنك. نديم، أنا أصلي كنت بعدي قريب من هنا وقلت أطمن عليكي. إيه؟ مش هتدخليني دلوقتي؟ أنت عارف الساعة كام؟ اتفضل. مالك كده؟ شكلك كده زي ما تكوني مش مرحبه بوجودي. لا 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 ابدا، بس اصلي مش متعوده ان حد يزورني في وقت زي ده. لا انا النهارده بقى اتعودي، لاني هزورك دايما وطول الوقت. اشمعنى؟ عشان وحدانيه محتاجة راجل يقف جنبك. بس كده؟ لا، وكمان عشان خاطر جوزك الله يرحمه اللي كلت معاه عيش وملح. انت عايز تقنعني انك جايلي النهارده في سبيل الله؟ وليه لا؟ مش الناس لبعضيها برضو؟ لبعضيهم اه، بس مش في نصاص الليالي. ده اهم وقت، هي المصايب بتحصل غير في نصاص الليالي. انت الشارب؟ اه كاسين كده لزوم الفرفشه. انا معايا الازازه في العربيه، انزل اجيبها. انت تنزل دلوقتي حالا لان مراتك مستنياك في البيت. طيب، عموما انا عملت اللي عليا وسالت عليكي وهسال عليكي تاني، بس يا ريت ما تجيبي سيره الحنان ان انا جيت. ليه؟ هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ لا غلط، فين الغلط؟ بس أصل هي غيارة شوية، عارفة لو ما لقيتش واحدة تغير منها
بتغير من نفسها. ما تخافش مش هقول لها، بس علشان ما اعملش مشاكل بينكم. والله عقلة. وعلى فكرة دي إضافة جديدة للحاجات اللي عجباني فيكي. تصبح على خير. طيب وانت من أهله. طلعت مصيبة. معقولة الكلام ده؟ مش قادر أصدق. أنا حاسس إن أنا في كابوس ومش عارف أصحى منه. هديكوا شفتوا بعينيكوا كل المستندات اللي بتأكد إن بابا بنفسه هو اللي سحب كل الفلوس ورهن كل الأصول البنك. وبابا يعمل كده ليه بقى؟ ما هو كمان مش معقولة بابا يقعد يتباهى طول عمره إزاي قدر يعمل ثروته دي ويجي يضيعها قبل ما يموت. أنا قلت إنه ضيعها. أمال كلامك ده معناه إيه؟ بابا الله يرحمه قبل ما يموت جمع كل ثروته علشان يدخل في صفقة. صفقة ايه بقى ان شاء الله؟ خبطة العمر. مكسبها بقى من 6 مليون كحكانين. لا بحر من ملايين. ايوة يعني مكسبها كام يعني؟ 100 مليون جنيه. 100 مليون؟ لا ما ترمشنيش معاك، انا مش وقت تهريجة مختار. والله ما بهرج. 100 مليون جنيه بالتمام والكمال. معقولة؟ اه عشان تعرفوا بقى ابونا كان بيحبنا قد ايه. ها رفض يسيبنا شحاتين وجمع تحويشه عمره ورهن حاله ومحتاله علشان يهدينا بثروه العمر بالصفقه دي. صفقه ايه دي؟ صفقه ادويه. ادويه؟ اه. طب وهو بابا ماله ومال الادويه؟ الله يرحمه يعني كان بيشتغل في الجلود. سبحان الله ابوكوا تاجر شاطر، والتاجر الشاطر يشتغل في أي حاجة تجيب فلوس. مختار الأدوية دي هتيجي إمتى؟ المفروض توصل آخر الشهر، وأول ما نستلمها ونسلمها ناخد فلوسنا. لسه آخر الشهر؟ هنسلمها لمين؟ معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش كنت شغال مع بابا الله يرحمه وكنت دراعه اليمين كمان؟ مظبوط، إنما الصفقة دي بالذات يا أخي من الصفقات القليلة اللي معرفش عنها حاجة. هو من حظنا المهبة. واحنا بقى لسه هنستنى لما الادويه تيجي من بره ونقعد نوزعها على الاجزخانات؟ لا، في واحد اسمه الاستاذ نديم هو اللي معاه سكه التوزيع ومعاه تفاصيل العمليه، وانا بتابع معاه اول باول. مين نديم ده يا مختار؟ ده واحد صديق بابا، انما كان بيثق فيه جدا. يعني كان بيثق فيه اكتر منك؟ الصفقه دي حصل. ده ايه الحظ المنيل ده؟ منيل ليه اللي هينيله؟ انا قعدت معاه واتصاحبنا على الاخر. انت قعدت معاه لوحدك ليه يا مختار؟ مش كنت تقعدنا معاه؟ ما كنتش عايز ادوشكم. انا كانت نيتي ان اخلص الصفقه لوحدي واجيب لكل واحد فيكم نصيبه وهو جوه بيته معزز مكرم، انما طالما عرفته بقى يبقى من حقكم تتعرفوا عليه. اه ده مالكم انتوا كمان مش مال انا لوحدي. يعني نديم ده لو قعدتنا معاه ممكن يتصرف لنا في عربون نمشي بيه حالنا؟ والله لي لا، نساله. طب احنا ممكن نقعد معاه امتى؟ احدد معاه ميعاد وابلغكم. ارجوك يا مختار في اسرع وقت. الحقيقه يا مختار انا طلبت حضورك النهارده عشان امر مهم طرأ في الافق وشايف ان كنتوا لازم تعرفوه. خير يا متر؟ خير. في الاول بس انا عايز اعتذر عن اللي حصل مع الحاجه والدتك. حقيقه انا اتخدعت، ما كنتش عارف والله ان هي مش عارفه. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. انما ايه موضوع الافق ده؟ خير يعني؟ حكايه غريبه تقلب. صحيح تقلب يا متر. انا لما جيت احصر التركه لقيت الحاجه حساباته في البنوك فاضيه، ما فيهاش الا 150,000 جنيه، يعني كلام فاضي يعني، والاصول كلها مرهونه للبنك. انا عارف. عارف يا مختار وما تقوليش. الله، وبعدين راحت فين ثروه الحاج وممتلكاته يا اخي؟ شوف يا متر، الحاج الله يرحمه سحب كل الرصيد ورهن كل الاصول علشان صفقه مهمه جدا هتوصل اخر الشهر ده. اطمن يا متر، التركه ما ضاعتش. وبعدين انا عايزك تعمل لي اعلام الوراثه ده في اسرع وقت ممكن، وما تجيبش سيره لامي ولا اخواتي بموضوع الاصول المرهونه ولا الرصيد المسحوب. فهمتني؟ والله منورني. ربنا يخليكي، ده بس من ذوقك. تعيشي يا اميره يا بنت القمره. انما الاستاذ يعني ما قالناش حضرتك بتشتغل في ايه؟ انا مضيف جوي. يبقى ده بقى اللي بيخليك تجيب حاجات من بره وتبيعها جوه، مش كده؟ حاجه زي كده. طب يا الشغلانه دي يعني بتكسب كتير؟ يا سعد انت هتقول راجل ولا ايه؟ لا والله ابدا. انا بس مستفسر. اصل اخويا سعد شغال محاسب في البورصه، احسن تفتكره مامور ضرايب ولا حاجه. طيب والاستاذ ما تعرفناش بيه؟ ده اشرف اخونا التالت.
عارف شبهكم. يعني انت مختار انت والاستاذ سعد فيكوا حاجات من بعض، لكن هو حاجه تانية خالص. ايوه صح، هو له دماغ لوحده يعني، بس ان شاء الله هتعجبك. بيتهيألي احنا خدنا وقت طويل قوي في التعرف، مش نتكلم في الشغل ولا ايه؟ اه طبعا تحت امرك. انا اللي اعرفه عن الصفقه دي انها صفقه ادويه مش كده؟ اه فعلا. ويا ترى بقى الباشا عارف ان الادويه دي صلاحيتها مظبوطه وورقها مظبوط 100%؟ على الورق اه، لكن في الحقيقه ما اعرفش. انت عارف الادويه دي لو طلعت بايظه دي تبقى جريمه وقضيه غش تجاري؟ يا سيدي ما تدقش، دي شحنه متقربه. بابا وازاي بابا يشترك في عمليه زي دي؟ روح اساله. انت بتستخف دمك ولا ايه؟ استاذ اشرف، باباك والحاج وافق انه يدخل العمليه دي وبمزاجه، وانا كنت شاهد على كده. دي غريبه قوي. بابا وشحنه متهربه؟ يا اخوانا بلاش تبص للنص الفاضي ونبص للنص المليان. ازاي يعني يا مختار؟ يعني العمليه دي مكسبها مغري جدا، لو بابا ما كانش متاكد وضامن انها مضمونه ما كانش دخلها من الاول. هو كلام منطقي طبعا، بس يعني بابا ليه يعمل كده اذا كان في ايده انه يستوردها في النور؟ عمليه ايه دي اللي انت عايزه يعملها في النور؟ انت عايزه يروح حديد؟ الادويه دي بتاعت ايه بالظبط؟ الشحنه كلها كودافين خام. كودافين ايه؟ خام. كودافين ده ايه؟ ده محطوط على جدول المخدرات. ازاي بابا يعمل حاجه زي دي؟ هو عامل. انت كذاب، ابونا يمكن يتاجر في الحاجات دي. لا هي دي الحقيقه، ابوكوا كان عايز يامن لكم مستقبلكم. يامنوا بالحرام؟ الله، ما تشوف اخوك ده بقى وتهدوه شويه. اسم الرائد اشرف ليل، والصفقه دي لو دخلت البلد انا ابلغ عنكم كلكم. ايه ده بس يا اشرف؟ مش كده بيقول على ابونا تاجر مخدرات؟ صدقني دي نسخه من صور العود الاصليه، احنا بنتعامل مع مصنع محترم في الصين مش اي كلام. برلين كده. دي فعلا ابنة بابا. انت كذاب ومزور. اشرف هو هيزور امضة بابا ليه؟ بتسألني انا ليه؟ ما انتوا زورتوها سوا عشان تلهفوا الثروه لحسابكم. ايه يا ابني التفكير المجنون ده؟ انا زي زيك ما اعرفش حاجه. عليا انا يا مختار، ده انت طلعت زعيم عصابه. هو ايه الحكايه يا اشرف؟ هو في حاجه انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يالفوها. نهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعه هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهايه تبقى الفلوس راحت علينا واخلالكم انتوا الجو، وتسيلوا كامل بما حمل، مش كده ولا ايه؟ قصة عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خياله المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ انت كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربيته ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمه؟ انت اكيد اتجننت. انتوا لسه شفتوا جنان؟ انا هوريكوا الجنان اللي على اصوله. هو ايه الحكايه يا اشرف؟ هو في حاجه انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يالفوها. نهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعه هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهايه تبقى الفلوس راحت علينا واخلالكم انتوا الجو، وتسيلوا الجمل بما حمل، مش كده ولا ايه؟ قصة عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خياله المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربيته ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمه؟ انت اكيد اتجننت. انتوا لسه شفتوا جنان؟ انا هوريكوا الجنان اللي على اصوله. اقصى عليك يا مختار. سعد يا اشرف، سعد كل حاجة زي ما هي يا نديم، مفيش حاجة هتتغير، اخواتي وانا هتصرف معاهم. يا مختار الحقهم قبل ما يتهوروا ويعملوا مصيبة. انت المصايب كلها. انا خايفة وحاسة ان ركبي ثابت ومش شايلاني كده. الموضوع بقى يقلق. والعمل؟ مفيش غير اننا نلغي العملية. والفلوس؟ ربنا يعوض عليكم. لا كله الا كده. دي فيها اعدام. عارفة يعني ايه اعدام يا نعمة؟ ما تغور الفلوس قصاد رعبينا. وليه يا اخويا بس التشاؤم ده؟ مختار اكيد هيقعد مع اخواته هيقنعه، دول اخواته اكيد هيتفقوا. اشرف انتوا شاهدين عليا صرخ كده ليه؟ انا زي زيكم ما اعرفش حاجة، واحلف لكم على مصحف بكده. يا سلام، قالوا للحرام احلف. حرامي
مش هلومك دلوقتي يا سعد عشان كلنا مظلومين، انما عتبك معايا بعدين. وانت حسابك معايا دلوقتي. بس 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 يا اشرف، خلينا نتكلم في البيت بهدوء عشان نعرف نحل المشكله. نحل؟ ما هي قفلت البيت، شفط الفلوس وراهن كل حاجه، ولا نوافق على خطته ولا ننسحب، وفي الحالتين هو الكسبان. مش هي دي امور الفهلاوه يا مختار؟ يا اشرف يا اشرف، وطي صوتك شويه، احنا في الشارع. شارع انت كمان؟ انت مش فاهم حاجه. تاني هتتهمني؟ انا ابني مش وريتك الاوراق اللي تثبت ان بابا هو اللي سحب الفلوس وراهن الاصول؟ حصل كل ده حصل، بس احنا لو نتكلم بهدوء هنحل كل حاجه. ودي حاجه تفوت على مزور محترف زيك. يلا يا سعد انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هسجنك يا مختار. يا دي الفضيحه يا دي الفضيحه. ويهون عليك تسجن اخوك. واسجن ابويا لو ثبت لي انه حرامي. قول لهم يا استاذ على السر اللي قلت لنا عليه. ما تقول لهم. سر؟ سر ايه؟ هتقول لهم انت ولا اقول لهم انا؟ كنت فاكركوا اعقل من كده. لا وانت الصادق، كنت فاكرنا هبل وبرياله. انت فاكر انك ممكن تضحك علينا بحدوته سخيفه من حواديت السيما اللي بتتفرج عليها؟ هتفهمونا يا جماعه ايه الحكايه؟ الاستاذ اسكت يا سعد. لا مش هيسكت يا كذاب يا حرامي. اشرف في ايه؟ ما تتكلم. البيش تغلي ثقه بابا بالتوكيل اللي معاه، وسحب كل فلوسنا من البنوك وراهن كل الاصول، وقال ايه؟ بيقول بابا اللي عمل كده عشان يمول صفقه مخدرات لسه جايه في السكه. مش بس كده، ده البيت طلع موالس مع البنت اللي كانت مرات بابا، وعاملين تمثيليه هما الاثنين عشان يلهفوا الميراث كله، واحنا نطلع من المولد بلا حمص. انت قلت الكلام ده يا مختار؟ قلت الكلام ده على ابوك؟ ليه عملته كده؟ رد عليا، قلت الكلام ده على ابوك؟ قلته؟ دي الحقيقه اللي كان نفسي تدفن مع بابا في تربته، واصون السر اللي انت مني عليه. اخرس قطع لسانك. انت اكيد اللي كنت بتلعب المراه في الحرام، عاوز تشوه صوره الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه في حياته ومباهته. يا كذاب يا مكرم يا قليل الادب، امشي اطلع بره، مش عايز اشوف خليتك. مش عايز بسرعه. على مهلك على مهلك. سامحني يا بابا، هما اللي اضطروا اني اعمل كده، سامحني. يا اخي كنت قلت لي ان العمليه متبطنه كودافين، ما كنتش جبتهم معايا. ونعرف منين بس يا مختار؟ انا فاهم انك عارف، عشان كده اتكلمت بقلب. يا ريتك ما اتكلمت ولا نطقت بكلمه. هما لسه راكبين دماغهم؟ راكبين دماغهم. خلاص نلغي بقى العمليه وكل واحد يروح لحاله. بجد؟ يعني ينفع الاخوه في الصين هناك يفهموا الموضوع وياخدوا حاجتهم ويرجعوا لنا فلوسنا؟ طبعا لا يا مختار، هو لعب عيال. لعب اسمه نصب واحتيال. مش عاجبك بقى روح اشتكي. اشتكي؟ اشتكي لمين؟ اديني مهله يا استاذ نديم، احاول اقنعه. ماشي يا مختار، عشان خاطر ابوك الله يرحمه هصبر عليك شويه، بس مش كتير. الشحنه هتوصل اخر الشهر. رحتوا البنك وتاكدتوا؟ رحنا. ويا ريتنا ما رحنا. ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويقاسبني في الصفقة؟ الراجل أكد لي إن بابا هو اللي سحب كل الفلوس وراهن الأصول. إحنا آسفين يا مختار. على إيه؟ أنتوا إخواتي الصغيرين برضو، وأنا أخوكوا الكبير ولازم أستحمل. أنا لو كنت عايز أسرقكم الأول كنت خبيت عليكم الحقيقة وخدت الصفقة لنفسي. يا ريتك يا أخي كنت أنت اللي عملت كده مش هو. عشان تعرفوا إني مصدوم زي زيكم. أنا كل اللي أعرفه من بابا الله يرحمه إنها صفقة أدوية متهربة. موضوع الكودافين ده ما أعرفش عنه أي حاجة خالص. أنا حاسس إني بحلم، حلم مزعج مش قادر أصحى منه. لولا ظنكوا فيا وشككوا في ذمتي في عز ما أنا محروق عشانكم ما كناش وصلنا للمرحلة دي. وأنت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سعد يا أخويا فجأة مسؤول عن عملية خطيرة زي دي وما تعرفش عنها حاجة ولوحدك، تعمل إيه؟ معرفش طبعا، لاني ما بفهمش في الحاجات دي. شفت بقى، انا من يوم ما عرفت الحكايه دي وانا قالب مخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعه وتخزينها. انما شوف ربك بقى، اما يرزق من واسع او رزق باتنين. قصدك ايه؟ قصدي النقمه الناس على المال هم اصحابه. اخرس انت اتجننت. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير. يا جماعه يا جماعه وطوا صوتكم بقى، لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبه. وانت يا استاذ؟ ايه اللي انت يا استاذ دي؟ انا ايه؟ انت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس،
ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من ان اوصل السموم دي للناس. ماشي، يبقى انتوا الاثنين متنازلين عن حقكم في الصفقة. اعوذ بالله يا اخي من دي صفقة. جنن ازاي ابونا راجل البر اللي كان بيحج كل سنة يعمل كده؟ بس كل دي اقنعة كان بيخفي بيها جريمته. اخرس انت، هو ما اسمح لكوش تمس ابويا بكلمة. البر والاحسان والتقوى كلها كانت صفات اصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة. يا سلام، روحه المؤمنة وبيتاجر في المخدرات. بابا عمره ما يقبل قرش حرام، حتى فوائد البنوك كان بيوزعها صدقة. هو ده اللي هيجنني، طول عمره ماشي صح، ايه اللي عوجه على اخر ايامه على السكة الحرام دي؟ ومين اللي قال ان الصفقة دي حرام؟ نعم تعبيط، حرام 100%، ده كودافين. الحكومة هي اللي منعاه، مش ربنا اللي محرمه يا سيادة الرائد. ايوه يعني هي الحكومة منعاه ليه؟ مش عشان بيأذي الناس؟ لا يا أستاذ، الكودافين ده دواء كحة بيعالج حساسية الصدر، يعني مفيد 100%، ولو معاك روشتة تقدر تروح أي أجزخانة وتصرفه بكل سهولة. طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ أقول لك أنا بقى يا سيدي، الحكومة منعته لأن في ناس مجانين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدواء ده، قال لي إيه عشان يصطلهم؟ إحنا بقى مش مسؤولين عن المجانين دول، يعني لو جبت شريط دواء وبلبعته كله هموت فيها، يبقى الدواء بالنسبة لي حرام؟ طب ما هو كده يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات. طبعا لا، بابا بيقدم خدمة إنسانية جليلة لمرضى الحساسية الصدرية في مصر كلها. يا سلام. طبعا، ما هي الشحنة لما توصل وتتوزع السوق هيشبع، وبكده تضمن وصول الدواء لكل مريض. وانت بقى تضمن لي ان الشحنة دي تتوزع على عين الحكومة وتوصل للصيدليات مظبوط؟ اللي انا اعرفه ان في واحد هيشيل الشحنة كلها، انما هيوديها فين الله اعلم. هيوزعها في السوق السوداء طبعا يا فالح. طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ لا ديننا ولا اخلاقنا. كده برضو يا حاج تهزقنا وتبهدلنا بالمنظر ده. انا مش فاهم انتوا مقزمينها ليه، ما الحل قدامنا وفي ايدينا. وانا لا يمكن اسمي يجي في صفقه زي دي يا مختار، وانا عندي اموت من الجوع احسن من ان تاجر في السموم دي. برضو مش هتخسروا حاجه لو اديتوا لنفسكم مهله اسبوع تفكروا فيه كويس قبل ما تقولوا اه وقبل ما تقولوا لا. بس اسبوع بكتيره، البضاعه توصل اخر الشهر ويلزمني وقت عشان اظبط واخطط. ده اذا اتفقنا. اسمعني افهم كلامي، تعال يا سعد احضر. شوف يا سعد، انا بقول ان هم حلين مالهمش تالت، يا نقبل نطاطي شويه صغيرين لحد ما الليله تعدي، يا نرفض ونستحمل الخساره. اه بس دي خساره كبيره قوي. هو ده بقى مربط الفرس، تعالوا بقى نحسبها كده مكسب وخساره ونشوف هنكسب ايه ونخسر كام، وبناء عليه نختار بقى نرفض او نوافق. انت بتقول ايه؟ ده مبدا مرفوض من اساسه. ايه يا اخي الجمروت اللي انت فيه ده؟ مع انه اكتر واحد فينا محتاج الفلوس عشان تعالج ابنك. الفلوس سبب من اسباب كتيره ممكن تعالج ابني، انما الشافي الحقيقي هو الله. ازاي اطلب منه انه يشفي ابني وانا في نفس الوقت بعصيه وبخالف اوامره؟ بصراحه ما تعودتش اعمل كده، ولو حاولت يا اخي مش هعرف. انت غريب يا اشرف. يمكن اكون مثالي في زمن ما فيهوش مثاليه، انما انا هفضل كده ومش هتغير. وابنك؟ ابني بين ايدين ربنا، ولو عالجته بفلوس حرام ممكن يموت برضه، ولا اللي معاهم فلوس ما بيموتوش. انت قاسي قوي عليه. بالعكس، انا بحبه اكتر من نفسي، وعشان كده عاوز احافظ على الصله الوحيده اللي بيني وبين ربنا، يمكن يكون هو ده السبب الوحيد لعلاجه. افهم بقى يا اخي. اشرف، تعال اشرف. لا اله الا الله، اخوك ده عايز يفقدنا. هو برضه اللي هيفقدنا. خايف قوي يا مختار. خايف من ايه بس؟ اصل دي لعبه خطيره، ولو البوليس مسكنا ممكن نروح كلنا في 60 داهيه. لو خايف من البوليس امضيلي على التوكيل وسيبني العبها لوحدي، وليك عليا هقبضك نصيبك وانت قاعد في بيتكم. طب افرض اتقفشت؟ لو اتقفشت هشيلها لوحدي، انتوا مفيش عليكم اي مسؤوليه جنائيه بتاتا. طب والفضيحه؟ انت ناسي ان انت اخونا؟ يا سيدي ساعتها بتبروا مني، وكل عيلة فيها الصالح وفيها المنحرف، أنا يا سيدي منحرف. لا لا لا، دي تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة. يا سعد يا أخويا، مفيش أكبر من مصيبة الفقر والإحساس بالذل والعار قصاد الناس.
اتفضل يا اشرف باشا، ده شيك بمليون جنيه. ياه، انت كده بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا سامي بيه. يا راجل، دي الناس لبعضيها. بس ده مبلغ كبير قوي وانا مش هقدر اسده. ما تسدوش يا سيدي، اعتبره عربون شغل ولك زيهم كده لو تم المراد. وايه هو بقى المراد كده ان شاء الله؟ تفليته تخليني اهرب من السجن هنا. انا عاوز اسافر بره عشان اجيب الفلوس واحل مشاكلي. هتدفع 2 مليون جنيه عشان تهرب من هنا؟ مش كتير على الحريه. ويا ترى بقى عندك كام قدهم بره مصر عشان تدفع مبلغ زي ده؟ جرايه يا اشرف باشا، انت مقهور ضرايب ولا ايه؟ لو انت الصادق، انا ضابط بوليس وبحقق معاك. رد على سياده الرائد يا سامي بيه. ايه ده؟ ده ردي على عرضك يا سامي باشا. انت متهم برشوه موظف حكومي اثناء تاديه وظيفته، وطبعا في ادله وتسجيلات على الكلام ده، ودي قضيه زياده على اللي عندك يا سامي بيه. كده برضه يا اشرف باشا، وانا اللي كنت عاوز اساعدك؟ عايز تساعدني ولا عايز تستغل ضعفي؟ مش كل الناس حاطين يافطه للبيع على صدرهم. هتوب. الشهادة دي أقل حاجة ممكن أقدمها لضابط مجتهد وأمين زيك يا أشرف. ألف شكر. ده شكر على واجب يا فندم. إيه؟ مالك؟ شكلك مش فرحان. بالعكس يا فندم، أنا فرحان جدا. بس ابني تعبان شوية. خير؟ عنده إيه؟ قلبه تعبان ومحتاج زرع قلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ووصلته في العلاج لحد فين؟ هي الحالة بتسوء يوم عن يوم. وزرع القلب ده تقريبا هيتكلف أكتر من مليون جنيه، وبصراحة أنا معيش المبلغ ده. سبحان الله، نفس المبلغ اللي انت محتاجه هو اللي انت رفضته. يمكن يكون اختبار من ربنا يا فندم عشان يمتحني، بس انا لا يمكن اعالج ابني بفلوس حرام. انت راجل شهم يا اشرف، واللي زيك قليلين اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. وانا اوعدك ان اقدم طلب للسيد وزير الداخليه ان يوافق ان ابنك يتعالج على نفقه الوزاره. بجد يا فندم ده ممكن؟ دي اقل حاجه نقدمها لراجل محترم زيك يا اشرف. يا دي الموبايلات اللي خوت الدماغي. ايه طقم الموبايلات دي كلها يا معلم شكيب؟ هنعمل ايه بس يا عم نديم؟ هي دي خيوط العنكبوت اللي بتوصلني بصبياني في كل حته. طب والله ما انا راضي. شوف يا معلم شكيب، علشان ما اعطلكش وضيع وقتك. اتفضل. شو احنا هتوصل اخر الشهر؟ المكان والوقت اللي هنحدده تستنانا فيه بعربيه الفلوس. معقوله برضه؟ معقولة يا عم نديم هتستلم 100 مليون جنيه كاش في الشارع؟ ده كان شرطنا الوحيد يا معلم شكيب، الفلوس كاش، تاخد حقك وتدينا حقنا. ده انتوا قلم عجيبة قوي. اجيب لكم منين في ظرف 15 يوم 100 مليون كاش؟ خلاص بلاش، خليهم دولار عشان يبقى حجمهم اقل. وكمان بالدولار؟ اجيب لك منين يا عم نديم العملة الصعبة دي كلها؟ انت فاكرني ايه؟ البنك المركزي؟ لا 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 لا، البنك المركزي ولا حاجة يا معلم شكيب. شوف لو مش عايز في غيرك يشيل. غيري ده مين بس؟ ان شاء الله. اذا كنت انا الوحيد اللي بورد لمصر المحروسه بمحافظاتها كلها. ما تاخذنيش يا معلم، في محافظه انت نسيتها. محافظه ايه دي بقى؟ ان شاء الله، ده حتى حلوان و6 اكتوبر وكمان الاقصر ضمتهم للليسته. ليبيا. ليبيا؟ اه ليبيا. ليبيا يا معلم شكيب، ابو عابد جاهز وهيموت على البضاعة وهيدفع أكتر. معقولة برضه يا سنادين؟ هتجيب البضاعة مصر وبعدين توديها ليبيا؟ أنا إيه اللي هيخليني أدخلها وأخرجها؟ شوف يا معلم شكيب، إحنا لو ما اتفقناش الشحنة دي هتطلع على ليبيا على طول. اخص، أمال تبقى فين الوطنية؟ شجع بلدك وهاتها على مصر. خلاص خلاص يا معلم شكيب، كاشك يبقى جاهز آخر الشهر. عيب عليك يا عم نادين، يعني إحنا هنطلع أقل من أبو عابد؟ ده انا بقول لك احنا اصلا اللي معلمينه الشغلانه. تحيا مصر. هو ده الكلام يا حبيبي. انا عايزاك تاخد بالك من حنان، شكلها كده شاكه في حاجه. ده يا شيخ؟ معرفش، وهي نازله من عندي كده شكلها ما كانش طبيعي. طيب كويس بقى انك قلتي لي علشان اعمل حسابي. طب قول لي عملت ايه مع الراجل بتاع البضاعه؟ كله تمام، وعملت حسابي بقى على ترتيب جديد لو مختار فشل في اقناع اخواته. صباح الفل، ايه هو؟ شوف يا ستي، احنا هنهرب البضاعة عن طريق البحر، ما
وندخلها بمعرفتنا. صح كده، اهو ده الكلام. لسه يا نعومه تقيل ورا. هو لسه فيه اتقل بكتير. طب يا اخويا ما تقول. في الحاله دي بقى يا حبيبتي احنا مش هنبقى محتاجين مختار واخواته في اي حاجه، ما لهمش لازمه اساسا في العمليه. يعني ايه؟ هننطرهم؟ احلى نطره، ونقرا الفاتحه بقى للحاج عبد الستار اللي دفع لنا الفلوس، والمكسب بيني وبينك 50-50. هنقسم 100 مليون بيني وبينك؟ بعد ما نخصم نسبتي 15%. ايه رايك يا نعومه؟ بس تفتكر هما هيسيبونا؟ طب مش تصبحي عليا الاول؟ صباح الفل. صباح الفل. لا يا حبيبتي ما يسيبوناش، يروحوا يشتكوا. على رايك يروحوا يشتكوا. دول 5000 جنيه مقابل ايه؟ هي مش الحاجة والدتي جات لك هي واختي نور اول امبارح ولغوا التوكيل. حصل. انا بقى عايزه ما حصلش. ايوه بس ده كده يبقى تزوير، وبعدين فيها مسؤوليه عليا. استغفر الله، تزوير ايه؟ هو انا بقول لك الغي الالغى؟ امال سعادتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تغير تاريخ الالغى بتاريخ قدام شويه عشان التوكيل اللي معايا يفضل ساري لاخر الشهر بس. ايوه بس ده كده يبقى تزوير، وبعدين لو اتعرفت اروح في داهيه. ما حدش هيعرف، حتى لو الحاجه عرفت عمرها ما هتبلغ البوليس. انا ابنها، معقولة هتدخلني السجن؟ امال لغيت لك التوكيل ليه؟ اكيد مش مطمنالك. بتعند معايا يا سيدي، وانا ابنها وبتدلع عليها. ام وابنها بقى. وانا ايه بس اللي دخلني بينكم؟ انت ابنها، اما انا لا. انا اضمن لك ان هي ما تبلغش عننا. بقول لك ايه؟ ما تخلينا في السليم احسن. بقول لك ايه؟ انت راجل طيب يا امين ومحترم. هنخليهم 10,000 جنيه. ما اقدرش. ده دفتر وتاريخ يوم بيوم. وانا مدون بنفسي، وبعدين في يوم راجع بيراجع ورايا. واعني الدفتر ده كبير على النار. نار ايه؟ كفله الشر. هو مش وارد يا استاذ امين انه يحصل ماس كهربائي في الشهر العقاري والدفتر ده يولع باللي فيه؟ ولا الدفتر ده بقى والي من اولياء الله الصالحين؟ وارد بعد الشر. طيب يبقى نعمل كده، وساعتها بقى تبقى توثق تاريخ الفسخ بتاريخ شهر جاي مش فات. طب والميكروفيلم ده كل التوكيلات بتسجل عليه؟ مالكش دعوه، انا هبعت حد من عندي هيولعها ويخرب لك الميكروفيلم ده، وساعتها تبقى حادثه قضاء وقدر. بس انا ولا ليا دعوه. طبعا. معقوله؟ معقوله اجيب سيرتك ولا رجلك يا استاذ امين؟ ده انت حبيبي. في الحاله دي هاخد 20,000 جنيه. حبيبي يا استاذ امين، اذا كان كده ماشي. هي عملتك السودة دي جت على دماغي. وانا مالي يا اخويا، دي عامله ابوك، مش هو اللي اتجوزها قبلي وجابها دره لامك؟ انت مالك فرحان قوي كده ليه؟ بصراحه يا مخ انا ارتحت لما عرفت انها عندكم. لا يا شيخ. اصلها من ساعه ما خرجت من عندي غضبانه، ما اعرفش راحت فين. اديك عرفت. هتعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ ده بدل ما تاخدها جوزين اقلام وتجرها على البيت. هي مين دي اللي اخدها جوزين اقلام؟ انت عايز نعمل كده مع نعمه؟ هي نعمه دي مرات جارك مش مراتك انت؟ ايوه مراتي، بس عناديه واللي في دماغها بتعمله وما بترجعش فيه. مش عارف تلم مراتك وتاخدها معاك. مخ ما تسخنيش، نعمه مش من النوع اللي تتعامل كده. امال من النوع اللي بيتعامل ازاي؟ انك تسيبها براحتها وما تسالش فيها ولا تضغط عليها لحد ما تقول حقي برقبتي وتجيني من نفسها. يا سلام. المهم بقى يا بطل، انا عايزكم ما تسيبوهاش، تطهقوها تزهقوها في عشتها لغايه ما تسيب لكم البيت وتقول حقي برقبتي. يا سلام. ساعتها ايوه مش هتلاقي غير حضني الحنين يطبطب عليها. يا سلام يا سلام، عملت فيلم وطلعتنا احنا الاشرار كده. جرايا مخ، هو انت مش عايزها تسيب البيت النهارده قبل بكره؟ خلاص يا اخي نفذ اللي بقولك عليه، دي مراتي وانا عارفها اكتر منك. مهم سيبك بقى من النسوان، خلينا في الشغل. ايوه خرجنا انا بقى بره عجينه النسوان دي وخليني في الشغل. خير؟ خير ايه اللي خير؟ ده خير كتير قوي يا مخ قوي. خد عد دول. اوبا كام دول؟ 1,000,000 جنيه. اول قطفه من نصيبك في العمليه اللي قلت لك عليها. اول قطفه؟
عملية ايه دي؟ غشاء البكرة الصيني. نعم يا اخويا. ما سمعتش عنه؟ سمعت. سمع من اي ومهبب. ده الحكومة كانت رافضة تدخله. هو ده اللي خلاني متحمس له. قعدت ارتب له لغاية ما دخلت شحنة معتبرة وقلت اعملها لك مفاجأة. انت جننت؟ ده حرام. مين بقى اللي قال كده؟ امال هما منعينه ليه؟ يا سلام. طب ما هما منعين الحشيش وانت بتشربه. ما استحرمتوش ليه؟ لا، الحشيش شبهة مش محرم بنص، انما دي حرام 100%. ليه بقى؟ لان اللي هتستخدم حاجه زي كده هيبقى في نيتها ان هي تغش واحد. طب ليه بقى ما تقولش انها مغتصبه؟ مغتصبه وحلمها ترجع زي الاول. هما كل اللي هيستخدموه مغتصبات. ايوه مغتصبات، مغتصبات صدقني. وبنات ناس غلطوا وعاوزين يتستروا. وحتى يا سيدي فرضا لو اللي هيستعملوه ولاد شياطين، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احنا لما ندخله هنا مصر يبقى بنشجعهم انهم يعملوا كده. بالعكس، بالعكس يا مختار، ده احنا كده نبقى بنديهم بدايه لحياه جديده كريمه. لا 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 لا، كريمه مين؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا عم انا ما اخشش في الشغل الشمال والعوا ده خالص. خلاص 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 يا مختار، براحتك. بس عموما الصفقه وصلت وبتتوزع. لو مش عايز انا هرجع لك نصيبك في راس المال، وتبقى بقى الصفقه دي حلال عليا انا لوحدي. اه هو انا كنت حاطط 250,000 في الصفقه دي صح؟ صح. وادي يا سيدي ال 250,000 بتوعك اهم. هو ال 1,000,000 جنيه ده كان مكسب انا لوحدي ولا مكسبنا احنا الاثنين؟ لا مخ، مكسبك لوحدك. يا دين النبي، يعني الواحد يحط 250,000 جنيه يبقوا 1,000,000 في اقل من شهر؟ يا ول اطفى، لسه الملايين جايه كتير. عندك ايه يا مخ؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ انت مش بتقول ان ده عمل خير وستر؟ ستر الا ستر، ده ستر جدا. خلاص يبقى اخد الثواب ده معاك، ولا تكونش ناوي تدخل الجنه لوحدك؟ اخص عليك يا مخ، اخص عليك. كنت تهون عليا برضه؟ امال مين اللي هياخد بحسي في الجنه غيرك انت يا حبيبي؟ امين يا رب. الصبر مفتاح الفرج. لحد امتى يا اخويا ده انا هتشل؟ لحد ما الاقي لك ترتيب ارجع لك بيه الفلوس من نديم من غير ما اخسره. يا سلام، خايف على زعله قوي. طبعا مش شريكي، وبعدين معرفه الرجال كنوز، ومعرفه الست بألف راجل. مش هو ده بقيه المثل ولا انا غلطانه؟ لا غلطانه وستين غلطانه، لان مش انا الراجل اللي بيع صاحبي عشان ست. امال وافقت تساعدني ليه؟ الحاجه حواجه وكلنا خدامين المصلحه. اه يعني تبيع صاحبك عشان مصلحتك؟ اذا كان مصلحتي ماشي، انما واحده ست طبعا لا. انا راجل عندي اخلاق وبحترم مبدئي. اوعى تكون بتضحك عليا وبتنيمني في الدره ومش ناوي تعمل لي حاجه. عيب يا نعمت، عيب. انا راجل وادي كلمتي، وطالما وعدتك يبقى هنفذ. انا كلمتي سيف. امتى يا اخويا؟ بعد ما يصرف الفلوس. ما تقلقيش قوي كده، نديم عنده فوق اللي واخده منك شيء وشويات. بعدين انت مستعجله قوي كده ليه؟ ما انت قاعده هنا بتاكلي في قته محلوله وبتاخدي فلوس كمان. تاني تاني طريقه الكلام اللي تقرف دي. هي مش دي الحقيقه؟ الحقيقه اني خدت حقي غصب عنك، ولو كان عليك كنت ممكن تطردني من الفيلا دي النهارده قبل بكره. عيبك انك فهماني صح. خلاص خلصني عشان تخلص مني وما تشوفش وشي تاني. ما قلتلك الصبر. انت ايه؟ ما بتفهميش عربي؟ مختار عملتلي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوعي يا نعمت. يا نهار اسود عليا، انت نسيت؟ نسيت ايه؟ بقولك ايه، انا مش ناقص جنانك على الصبح. حق اللي هتجيبولي من نديم. اه حقك. لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني؟ ان شاء الله لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقة ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف واد؟ اه طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف الواد. نخطف مين؟ انت اتجننتي؟ دي احسن طريقه ممكن نضغط بيها على نديم، صدقني الضنا غالي. طبعا غالي، عشان كده نديم لو عرف ممكن يموتنا. ليه هيعرف؟ وازاي هيعرف؟ هو انا ولا انت اللي هنروح نخطفه؟ طبعا لا، هنبعت حد، وطبعا مش هنروح نقول له ان احنا اللي خطفنا، واكيد هيكون ملخوم في موضوع خطف ابنه ومش هيسال. يا بنتي ليه؟ ده انت دماغك سم. المهم عندك رجاله مضمونين ينفذوا لنا العمليه. هي الرجاله المضمونه موجوده، بس لازم اعرف الاول
تمن مساعدتي ليكي هيبقى ايه؟ هتنزل لك عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ وشقه اسكندريه. وماله يا اخويا وشقه اسكندريه؟ بتنازل في الشهر العقاري. طبعا هو لعب عيالي. اذا كان كده ماشي، الواحد يقف وراكي بقلب جامد. ربنا يخليك ليا يا رب. بس اوعي تجيبي سيرتي، دي خدمه انا بعملها لك من بعيد لبعيد. نديم ده صاحبي وشريكي ومش ممكن اخسره. لا ما تخافش مش هقول حاجه، بس انت ما تنساش تحضر الرجاله بسرعه، وحضر كمان عقود التنازل اللي انا حامدي لك عليها. لا لا خشي اوضتك انت يا فرحه. حاضر يا سمختار. وقفلي على نفسك كويس. حاضر. فهمت هتعمل ايه يا شنواني؟ فهمت يا مختار باشا. اخطف المولود واجيبه لك على هنا. تجيبه لي على هنا هبت بيه؟ الله يخرب بيتك، انت تشوف حته تتوي فيها لحد ما اقول لك تعمل ايه. دي غلبه جامده قوي، ما نكتم نفس ونخلص منه وهو اسهل واوفر. لا يا اخويا لا، الواد ده امانه عندنا يومين وبعد كده هنبقى نرجعه لاهله. ما تقول له حاجه. هي ايه العباره بالظبط؟ افهمك يا شنواني، الحاجه نعمت هي صاحبه المصلحه وليها حوار كده مع اهل المولود، فعايزه تضغط عليهم علشان يماينوا ويسمعوا كلامها. فهمت، يعني هناخد المولود عندنا يومين إعارة ونرجعه تاني. الله ينور عليك، بس اوعى يا شنواني، اوعى اوعى الواد يجرى له حاجة، تطبطب عليه كده، تحن عليه، تجيب له مرضعة. ده ابن صاحبي. معقولة تخطف ابن صاحبك؟ الظروف بقى ليها أحكام يا شنواني، ما انت سيدي العارفين، احنا في زمن ما يعلم به إلا ربنا. ما تخلونا في موضوعنا يا مختار مش كده. طيب خد يا شنواني ده العربون. كام دول؟ بريزه، واول ما تخلص ليك زيهم. قليلين قوي يا مختار باشا. لا حول ولا قوه الا بالله، مبقاش في ضمير عند العالم، ده حته عيل في اللفه يا شنواني. امال لو قلت لك اخطف ابوه هتعمل ايه بقى؟ كل جته وليها وزنتها، هو احنا بننقي خيار؟ لا يا اخويا، لو على وزنتها يبقى انت اللي هتدفع لنا فلوس. الواد لسه حته لحمه حمراء ما كملتش. ماشي الكلام، عشان خاطرك بس يا مختار باشا، اول ما تتم العمليه اجي اخد باقي حقي. لا انت تخلع ما تورينيش وشك تاني، من الساعه دي انا بره الموضوع. عجايب، امال مين اللي هيحاسبني؟ حاجه نعمت بقى هي اللي هتتمم معاك بقيه الاتفاق. انا ماليش مصلحه يا شنواني، انا بره الموضوع. غيرش بس الواحد قلبه الحنين هو اللي عايز يساعد المظلومة دي انها تاخد حقها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. استأذن انا بقى. اذا كان كده ماشي. شنواني مش هوصيك على الواد. في عيوني يا باشا. سلام لعيونك. ربنا معاك. اظن انا كده عملت اللي عليا وزيادة، وحتى العربون دفعتهولك من جيبي. ما خلاص يا اخويا، انت هتذلني؟ متشكرين، وجميلك ده مش هنساهولك طول عمري. ده تنازل عن نصيبك في الفيلا والمدبغه والمحل وشقه اسكندريه. اتفضلي امضي عندك. امضي ايه؟ مش لما اخد حقي الاول. امسك. ترجعي في كلامك ولا ايه يا نعمت؟ انا ما برجعش في كلامي، كلمتي اتفاق. يبقى تمضي على التنازل. مش لما اخد حقي من نديم. وانا مش قعدتك مع الراجل ودفعت له العربون قدامك على اساس انك هتتنازلي؟ لما اخد حقي الاول. انت بتلعبي بيا الكوره بقى يا نعمت، انت بتشتغليني. انا لسه عند اتفاقي، بس لما امسك حقي في ايديا الاول. بلا اول بقى بلا اخر، انا هكلم شنواني والغي العمليه ونفضل زي ما احنا. استنى بس، انت ايه ما صدقت؟ بلا بس بلا ما بسش، يا تمضي يا الغي. طب وافرض مضيت لك وطردتني انت من الفيلا بعد ما مضيت؟ انا يا نعمت مختار اعمل كده في مرات ابويا؟ انت ده انت تاكل من النبي. بلاش، امضي يا ستي على التنازل وما تسجلوش في الشهر العقاري الا لما العمليه تتم. قلتي ايه؟ طب وافرض الخطه باظت وانا ما طولتش من نديم ولا ابيض ولا اسود، هطلع من كل حاجه كده ايه؟ شلطي ملطي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، قدرك بقى ونصيبك. الله، هو انا مغسل وضامن جنه؟ طب ويرضيك مرات ابوك اللي زي امك تعيش على الحديده؟ يرضيني. ها قلتي ايه؟ هتمضي ولا الغي مع شنواني؟ انت ايه يا اخويا بتلوي دراعي؟ حد الله بيني وبين الغصب، حد الله، بس ده اللي عندي يا بنت الناس. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله.
حمدي. يا محمد رسول الله. خد مبروك عليك يا مختار. الله يبارك فيك يا اختي، متشكرين. طب قول لي هنبدا العمليه امتى؟ انا مالي بقى، عندك شنوان اتفقي معاه، انا بره الموضوع. وحسك عينك، حسك عينك اسم يجي فيه، فاهمه ولا لا؟ كده هتسيبني ليهم كده لوحدي؟ ايه خدتني لحمه وهترميني عظمي؟ ده انا لو عليا ادق عظمك واهرسه كده بودره واولع فيه بالنار عشان ما اشوفش وشك تاني. ماشي يا مختار، لغايه لما العمليه تتم، وبعد كده مش هتشوف وشي ابدا. اذا كان كده ماشي، نصبر اما العمليه تتم. قرب يا رب البعيد وزيح الحمل من على كتافنا. يا لهوي يا اخويا، للدرجه دي مرات ابوك تقيل على قلبك؟ ده انت ولا جبل الموطم. ابوس ايدك يا حنان، انا مش ناقصك. ارجوك يا نديم رجع لابني الله يخليك. اللي هيجنني مين اللي خطفه وليه؟ مش يمكن تكون عصابه من اللي بتخطف العيال ويبيعوهم للناس اللي ما بيخلفوش؟ يا شيخه فال الله ولا فالك، انت بتفولي على الولد. ما احنا بقينا في زمن ما يعلم بيها الا ربنا. ابوس ايدك يا نديم، اعمل حاجه رجع لي بيها ابني. يا حنان انا مستعد اعمل اي حاجه، بس اعرف له سكه الاقيه بيها. يا ابني، يا ابني اللي قعدت احلم بيك ايام وليالي شايلك في بطني، بحلم باليوم اللي اشوفك فيه، ويوم ما تيجي اتحرم منك كده انا ما لحقتش احفظ ملامحه. حرام عليكي، حرام عليكي، ما تتعبينيش اكتر ما انا تعبان. الو انت نديم؟ ايوه انا، انت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه ان ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع، هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قول لي. استني بقى، طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره، ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس، بعدين تفقده. لا لا لا، بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص بكره تجهز المطلوب، وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده. ادفع لهم يا نديم، انت معاك فلوس كتير. ما انت شايفاني بجر معاهم ناعم اهو علشان ما يأذوش الولد. يعني ايه انت بتسيرهم ولا هتدفع لهم بجد؟ يا ستي هدفع، والله هدفع، بس حسنا لما يكلمني بكره وافصله يمكن يقبل باقل. انت مستخسر فين منك 5 مليون جنيه؟ يا حنان انا مش مستخسر، افهمي 5 مليون دول مبلغ مش شوية، ناس بتموت وتحيا علشان تتحصل على ربعه طول عمرها. وابنك ما يساويش عندك؟ يا حنان بقول حفصله، حفصله يمكن يقبل. وافرض ما فقوش؟ يبقى خلاص أمري لله بقى، هدفع المبلغ وربنا يعوض عليا. انتي ايه اللي جابك هنا؟ استني استني يا حنان، تعالي هنا اتفضلي اتفضلي، بيتك ومطرحك. ده لا بيتي ولا مطرحي، وانا كنت حالفه ان انتوا طول ما انتوا الاثنين فيه مش هدخلوا ابدا، بس يلا للضروره احكام. خير يا نعمه، في ايه؟ ابدا، قلت اجي اقعد معاكوا شويه
اتفرج عليكم وانتم متقطعين كده على ابنكم اللي مخطوف. اه يا بنت الكلب انت كده تشمتي فينا. بس 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 يا حنان، انت عرفتي ان ابننا اتخطف؟ مش بس كده، ده انا الوحيده اللي ممكن ارجعه لك. وانت تعرفي حاجه عن اللي خاطفين؟ طبعا. انت قولي اتكلمي. مش قبل ما نتفق الاول يا حلوه؟ نتفق؟ نتفق على ايه؟ ترجع لي فيلتي اللي خدتها مني بالنصب والاحتيال، بس المره دي بعقد مظبوط مش مضروب زي اللي فات. اجري يا شاطره العبي بعيد، يلا اجري احنا مش ناقصينك دلوقتي. استني يا حنان استني، خلينا نفهم. نفهم ايه؟ دي بنتها عرفت مصيبتنا وجايه تلعبنا. انتوا حرين، انا كنت جايه اعرض عليكم خدماتي، بس الظاهر كده ان انتوا مش محتاجين. عن اذنكم. استني استني يا نعمة، انت عارفه ان اللي خاطفينه طالبين مبلغ 5 مليون جنيه؟ وكمان عارفه المبلغ؟ طبعا، مش انا اللي خاطفاه. انت يا نعمة تعملي فيها كده؟ مش قلتلك حقي هترجعه ولو اخر يوم في عمرك؟ وحياه ده لندمك يا نديم لو ما رجعتليش كل حقوقي. وانا بقى هموتك. يلا يا حبيبتي احسن، خلي ابنك يحصلني. طلباتك يا نعمة، تكتب لي الفيلا باسمي بعقد موثق في الشهر العقاري، وتدي للناس بتوعي ال5 مليون جنيه، ده لو عايز تستلم ابنك. ده انت طلعت شيخة منظر واحنا مش عارفين. يا اختي جوزك اللي معلمني، ده يعلم الملاك ازاي يبقى شطار. ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما خدتش بالي انك ورا الحكايه من الاول؟ خصوصا انهم طلبوا 5 مليون. 5 مليون جنيه والفيلا؟ الفيلا يا نعمة ما كانتش من نصيبك، انت ورثك من الحاج الله يرحمه 5 مليون بس. وده ورثي منك. ده كان طعم طعم علشان اطمعك واخليكي تديني فلوسك بمزاجك. كلته واديتهم لك بمزاجي، وجي اليوم اللي هترجعهم لي غصب عنك. لا وايه؟ وفوقيهم ورق الطلاق كمان. كمان كمان؟ وانت يرضيك اعيش مع واحد نصاب زيك؟ امال اللي انت بتعمليه ده تسميه حقي وبرجعه؟ ما هو اللي يتاخد منك بالقوة مش هيرجع غير في الشدة، وإذا كان ابنك مش غالي عليك يبقى ما تستهلوش واشبع بالفلوس. طيب أنت متأكد يا أستاذ إبراهيم إن ورقة التنازل دي سليمة؟ عيب يا نعمة هانم، ده شغلي. إيه؟ أنت كمان هتشكي في الموثق اللي أنت جايباه؟ إيه يا أستاذ نديم، ده أنت أدرى، الواحد اليومين دول يا أخويا لازم ياخد باله. انت متاكد يا استاذ ابراهيم ان الاوراق سليمه؟ رجعت يا ست الكل، ومبروك عليك الفيلا. الله يبارك فيك، روح يا شيخ الهي يطمن قلبك. خد دي حاجه بسيطه كده تجيب بيها حاجه للاولاد وانت مروح. اتخلي. الله يخليك، انا متشكره جدا. مبروك. الله يبارك فيك. لميتي حاجتك وهلاهيلك ولا لسه فاضل حاجه ناقصه؟ فاضل ابني. ابنك يا حبيبتي هتبقي تاخديه لما جوزك يبقى يطلقني ويرجع لي ال5 مليون جنيه بتوعي. امتى؟ الناس بتوعي هيبقوا يكلموك ويبلغوك بالمكان والميعاد، بس على الله انت بس تكون جاهز. نعمة انا اتنزلت لك خلاص عن الفيلا، ايه اللي يضمن لي ترجعي لي ابني؟ ورق طلاقي وال5 مليون جنيه فلوسي، ما انا لسه ليا حق عندك ومش حسيب. يلا امشوا اطلعوا بره، خلوا الفيلا تنضف. انتي كلمتي ولا ايه؟ ليه يا حبيبتي؟ ملكي وانا حره فيه، اقعد اللي انا عايزاه واللي مش عايزاه ينكشح. يلا بره. ماشي يا نعمة، بس الحقيقه اللي عايزك تفهميه ان ده مش اخرنا مع بعض. خلاص يا حبيبي، ايامك خلصت من حياتي، الهي لا ترجعها ايام. جاتك الهم، كبرتني قبل اواني من عشرتي ليك. وحشتيني يا فيلتي. حكمت المحكمه برفض دعوى الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمه الاستئناف بتحويل اوراق المتهم الى فضيله المفتي مع الزام الطاعن بالمصاريف واتعاب المحاماه. رفعت الجلسه. لله الامر من قبل ومن بعد، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسب الله، حسب الله ونعم الوكيل. ايه اللي بيحصل ده يا نبيس؟ يعني انا حاولت بقدر الامكان ان اخف عنه الحكم المؤبد، حتى
لكن للاسف يبدو ان القاضي ما اقتنعش. يعني ايه ما اقتنعش؟ الراجل كده هيروح في داهيه. طب ما كان رايح في داهيه راح في داهيه، ايه الجديد في كده اشرف بيه؟ يعني ايه؟ امال الاتعاب اللي انت واخدها دي عشان ايه؟ يعني انا حاولت بقدر الامكان ان انا اخرجه من القضيه او اخفف عنه الحكم، لكن للاسف خسرت القضيه. ايه المشكله في كده اشرف بيه؟ وانا كنت مغسل ضامن جنه. يعني ايه خسرت القضيه؟ انت المحامي بتاعه والمسؤول عنها، يعني اتصرف. انا حاولت بقدر الامكان الاقي شاهد واحد بس يغير شهادته، او الاقي دليل مادي واحد يبعد عنه التهمه، لكن للاسف ما لقيتش، وده اللي خلى المحكمه ترفض الدعوه. كده مصطفى هيتعدم. للاسف يا اشرف بيه انا مش عارف اعمل له ايه. كل الشهود في قضيته شهود اثبات، مفيش ولا شاهد نفي واحد يوحد ربنا. عند اذنك. النقد اترفض ومصطفى حوله اوراقه للمفتي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا مال المصايب نازله ترف علينا كده ليه؟ معقوله؟ معقوله لبيب المحامي بعد ما خد مننا فلوس على قلبه قد كده يخسر القضيه؟ كده في ضحية جديدة هتروح في الرجلين بسببنا. اهدى يا اشرف اهدى، دي اعمار والاعمار بيد الله. ايوه بس ده مظلوم واتظلم بسببنا، لازم نرفع عنه الظلم. هنعمل له ايه يعني؟ اذا كنا دفعنا للمحامي اكتر من نص مليون جنيه عشان يطلعه. فلوسكو دي ما تسويش اي حاجة قدام حياة انسان بريء. كنش عايزنا نروح نعترف على نفسنا علشان نخرجه؟ انتوا فعلا هتعملوا كده؟ يا اشرف فعلا بلاش هبل وجنان بقى. انتوا لو ما سلمتوش نفسكم انا هبلغ عنكم واخلص ضميري وانقذ مصطفى. أنا خلاص خسرت كل حاجة وضيعت دنيتي. دلوقتي هو ده الوقت المناسب اللي لازم أتطهر فيه وأريح ضميري. يمكن ربنا يغفر لي وأكسب آخرتي. طب أنت مراتك وابنك مات والله يرحمهم، وزهقت من دنيتك وقفلت منها، وأنت حر يا أخي، ياكش تولع في نفسك. إنما أنا وأخوك ذنبنا إيه؟ ذنبنا إيه يا أخي؟ حرام عليك، ده إحنا جايين عيال في السكة، يرضيك ولاد إخواتك يتولدوا يتامى. وانت يرضيك ابن انسان بريء يتيتم بسببنا؟ طب دي غلطتنا ونتحمل احنا مسؤوليتها. هو عمل ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سعد ما تتكلم، انت تقدر قاعد ساكت كده؟ اشرف انت معاك حق في كل كلمه قلتها. انا الدنيا صغرت في عيني قوي، ما بقاش في حاجه بتفرحني. يمكن لو اعترفت على نفسي اريح ضميري وافرح شويه. وانت اللي هيفرحك انك تروح برجليك لحد المشنقه؟ ده يا سعد انت ابتديت تخرف زيي ولا ايه؟ سعد اشرف انا طالب منك ان انت تدينا بس مهله يومين. انت عارف احنا هيبقى عندنا عيال محتاجين نعمل لهم مستقبلهم. حاضر. قدامكم يومين، لو ما سلمتوش نفسكم انتوا عارفين كويس انا هعمل ايه. طلع يا سعد انت اتجننت في مخك؟ اهدى بقى، اهدى ووطي صوتك كده واقعد وانا هفهمك على كل حاجه. اقعد فهمني. اللي زي اشرف ده لازم اخده على حجري، لانه طايش وطيشه ده ممكن يضيعنا. انما انت مش مآمن بكلامه؟ وانا عبيط عشان اودي نفسي في داهيه. امال قلت كده ليه؟ عشان يتبط شويه ويهدى كده من ناحيتنا، واحنا كمان ناخد وقت عشان نعرف نفكر. ليه يا اشرف بيعمل كده؟ ليه؟ ده طلع حقود قوي، يكمن حياته خربت، عايز يخرب علينا حياتنا. عشان كده بقى مختار احنا لازم نتصرف وبسرعه كمان. انا سعد يا اخويا دماغي مش عارفه تفكر. بص يا مختار، مصطفى ده هي الايد اللي اشرف ماسكنا بيها وبيضغط علينا بيها. عشان كده لازم نعمل ايه؟ نكسر له ايده؟ لا، نقطعها. نقطعها؟ معقوله هنقتل اخونا؟ لا طبعا، ده مهما كان اخونا، بس مصطفى بقى مش اخونا. احنا ممكن نقتل مصطفى بدل ما رقبتنا تيجي بداله، ولا انت عندك حل تاني؟ بس كده طرطشة الدم يا سعد، وطرطشة ملهاش لازمة، وهيتفتح بقى سين وجيم، خصوصا انه جوه السجن مش بره. وانت مين قالك ان احنا هنطرطش دم؟ امال هنقتله ازاي؟ هنبعت له اللي يعلقه من رقبته، ويسيب جنب منه ورقة بيقول فيها انه يأس من حياته وانتحر. يا سلام، اتهت شارب ايه؟
ايه الدماغ المتكلفه دي؟ امال انا عايز احافظ عليها ليه؟ احنا لازم نخلص منه. المساله وصلت دلوقتي ان رقبتنا وصاد رقبه سي مصطفى ده، واحنا بقى علينا اننا نختار. يا مختار فهمت يا شنواني هتعمل ايه؟ فهمت يا ست الناس. هتكلموا وتبلغوا بالميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه، وما تنساش تاكد عليه يجيب الفلوس في شنطه واحده. ولو جابهم في شنطتين يعني مش هتاخديهم؟ يا اخويا اعمل اللي بقول لك عليه من غير غلبه. ماشي يا ست الناس. كنت عايز حاجه من تحت الحساب. مش لسه مديك يا راجل 500 جنيه امبارح؟ العيل طلباته كتير، ده انا بجيب له كوافيل بس في اليوم ب 100 جنيه. ماشي يا شنوان. العيل برضه حتة لحمة حمرا، ملوش دعوة باللي بينا. امسك 200 جنيه اهم. ايه دول يا ست الناس؟ قليلين قوي. ليه يا اخويا؟ دول بره عمولتك، وبعدين لسه في ال 20,000 جنيه بعد ما تخلص العملية. بصراحة كده المبلغ ده قليل على المجهود اللي بنعمله. ايه ده في ايه؟ أنت هتطمع ولا إيه يا شنوان؟ طبعا، ودي عايزة كلام. أنا من الليل مصفي. عايز كام؟ 50,000 جنيه. إيه؟ انت جننت؟ ده غير اكراميه الرجاله، كل واحد 5,000. ده انتوا شله طماعين وهتلفوا عليا. انت يعني اللي مش طماعه؟ ده انت هتقلبي الراجل في 5 مليون. يا ابني ده انا برجع حقي. وحبيبك، حبيبك اللي بيساعدك عشان ترجع حقك مستخسره فيه، ترمي له ميايه. ميايه ايه؟ 100,000 جنيه. نهار اسود ومنيل عليا، مش كانوا 50؟ ولو زودت كمان هيبقوا 150,000. انت بتلوي دراعي يا شنواني عشان انا محتاجه لك. دي فرصتي، ولو ما كنتش ادوس على جرحك وانت بتفرفري ادوس امتى؟ لما العمليه تخلص وما يبقالكيش ماسكه. طب والله العظيم لقيله المختار على اللي بتعمله فيا ده. مختار؟ هو في زي مختار؟ انا خلفت غير مختار، راجل كريم وايده فرطه مش زيك، بخبخ وجلده. ايوه تلاقيكم بتستقرضوه يا حبه عيني. بالعكس، مختار ابن ليل زينا، وعارف ان اللي هناخده منه ما يجيش حاجه ببحر المكاسب اللي تيجي من ورانا. ماشي يا شنوان، اتفقنا 50,000 جنيه، وما تفتحش بقك بكلمة زيادة. انت سامع اهو. ماشي يا عسل. سلام. سلام. مين ده يا نعمة؟ ده في بينا شغل كتير قوي يا ماما. شغل؟ شغل ايه اللي بينك وبين واحد زي ده؟ شغل هيكسبني فلوس كتير، شغل هيرجع لي فلوسي اللي ضاعت مني، فهمتي؟ يا بنتي انا قلقانة عليكي. ما تنسيش يا نعمة ان اللي بيزرع حب بيجني حب، واللي بيزرع كره بيجني نار، نار ممكن تبلعه وتبلع كل اللي حواليه. ما تخافيش عليا، انا اقلق بلد. في ايه يا ابني؟ في مسجون منتحر يا باشا. مين؟ مصطفى. مصطفى انتحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إمتى حصل الكلام ده أشرف؟ امبارح بالليل. يأس من حياته ونفذ في نفسه حكم الإعدام. يا سبحان الله، سبحان الله. ده خلاص إحنا كنا رايحين نعترف على نفسنا عشان نخرجه. ذنبه في رقبتنا يا مختار. وإحنا ذنبنا إيه بس يا أشرف؟ ذنبنا إن إحنا سيبناه يروح للموت برجليه. دي أعمار يا أشرف يا أخويا، أعمار. وهو مكتوب له عمره يخلص لحد كده. بس احنا السبب، اوعوا تنسوا ان احنا السبب. بس احنا نقرا له الفاتحه اهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الله يرحمك يا مصطفى. الله يغفر له يا رب. بيتهيألي مهله خلصت. وانتوا دلوقتي جاهزين. مهلة ايه؟ وجاهزين ليه؟ جاهزين عشان تيجوا معايا وتعترفوا. نعترف بايه؟ يا ابني الراجل اللي كنا هنعترف علشان نخرجه اتوفى. وانا مش هيهدى لي برغي الا لما ارد له شرفه وكرامته. شرف ايه وكرامة ايه؟
يا ابني ده مات. مات هو اللي مات ده مش من حقه انه يموت بشرف. ايوه بس احنا اعترفنا مش هيفيد بحاجه يعني، ده بالعكس ده هيدمر مستقبلنا ومستقبل عيالنا، وهو مش هيستفيد بحاجه، ده الدنيا كلها هتبوظ كده. هو في بوظان اكتر من كده يا سعد؟ اه طبعا. الله، هو انت ناسي ان مصطفى ده له ابن على وش الدنيا وزوجه ارمله يا عيني؟ اه، والاولى بقى ان احنا نقف جنبهم ونراعيهم، ولا نسيبهم في الدنيا كده لوحدهم يا ولدان من غير ما حد يحميهم ولا ياخد بايديهم؟ بص بقى يا اشرف، انت لو بتحب مصطفى بجد ايوه ما تروحش تبلغ، وادينا فرصه نكفر عن ذنبنا بان احنا ناخد بالنا من ابنه ومراته، ولا يا مختار؟ عين العقل يا سعد اخويا، عين العقل. ولعلمك بقى موته ده علامه من ربنا. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وعلامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ طبعا علامه، امال موت مصطفى ده ساتر من ربنا على ذنبنا، زي ما يكون ربنا بيقول لنا كده روحوا هديكوا فرصه اخيره عشان تتوبوا. ما تحرمناش انت بقى من الفرصه دي يا اشرف، ده احنا اخواتك، ولو بتحبنا بجد ساعدنا في ان احنا نتوب. انت لو بتحب مصطفى بجد ايوه ما تروحش تبلغ، وادينا فرصه نكفر عن ذنبنا بان احنا ناخد بالنا من ابنه ومراته، ولا يا مختار؟ عين العقل يا سعد اخويا، عين العقل. ولعلمك بقى موته ده علامه من ربنا. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وعلامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ طبعا علامه، امال موت مصطفى ده ساتر من ربنا على ذنبنا، زي ما يكون ربنا بيقول لنا كده روحوا هديكوا فرصه اخيره عشان تتوبوا. ما تحرمناش انت بقى من الفرصه دي يا اشرف، ده احنا اخواتك، ولو بتحبنا بجد ساعدنا في ان احنا نتوب. الله، نورا انت نمتي حبيبتي؟ ايوه يا ماما، في حاجه؟ لا ابدا، اصلي قلقانه مش جايلي نوم. قلقانه من ايه بس قوليلي؟ مش عارفه، حاسه ان انا مخنوقه وقلبي مقبوض مش عارفه ليه. هتشار عليك يا ماما، في ايه؟ قلقتيني. اخواتك قلقني قوي، دماغي عماله تجيب وتودي طول الليل، مش عارفه ارتاح. هما لسه تحت؟ ايوه، وقافلين على نفسهم وعمالين يتودودوا، مش عارفه بيعملوا ايه. يعني هيكونوا بيعملوا ايه يعني يا ماما؟ ما ده اللي مخوفني، خايفه يكونوا بيخططوا لاي حاجه يظلموا بيها نفسهم ويظلموا بيها غيرهم. زمان لما كانوا بيتجمعوا مع بعض كنت ببقى فرحانه بيهم قوي، كان ده بيتكلم مع ده وده بيشتكي لده وده بيساعد ده، انما دلوقتي اول ما بيتلموا بقول ساترك يا رب. اخواتي كبروا يا ماما، وكل واحد فيهم بقى مسؤول عن نفسه، لا هينفع تمنعيه عن اللي في دماغه ولا هينفع تحرميه من مصروف لما يغلط زي زمان، خلاص بقوا رجاله. يا ريت يا ريت كانوا فضلوا عيال عشان كانوا يبقوا في حضني ولمهم زي زمان، يا ريت. كده بقى يبقى تمام التمام، بحسابات الورق والقلم المشروع هيكفي ويغطي التزاماته، ومن اول السنه الجديده كل المكسب صافي لينا. يا سلام، انا دلوقتي بقى ابتديت اتفائل بالايام اللي جايه. ايوه، يا ريتني ما طمعت وحطيت كل اللي حلت في سله واحده. ايه؟ جهزت الفلوس ولا ايه؟ الفلوس اهي. ابني فين؟ شنواني، خد الفلوس وظبط الدنيا، اتاكد من حقي عشان اديك حقك. تلاقيش يا نعمة، 5 مليون كاملين عندك في الشنطة، مش ناقصين مليم. مش مهم، أنا أتأكد رجالتي هيعدوا وادينا واقفين سوا. يعدوا؟ يعدوا إيه؟ أنت اتجننتي؟ ليه؟ هو إحنا ما عملناهاش قبل كده ولا نسيت؟ حبيبتي إحنا في الصحراء، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. أنا ما بهربش مخدرات، ولا اليومين دول بيقفشوا اللي معاهم عيال وفلوس. مفيش فايدة فيكي، مفيش فايدة فيكي، طول عمرك عنيدة وما بيهمكيش حد. أمال كنت فاكرني إيه؟ لقمة طرية هتمضغها وتهضمها بسرعة؟ ده أنا سمك. أنا ما أكلتكيش، افهمي بقى. أنا برضه أكلك يا نعمة. أنا كنت بحاول أحافظ عليكي. والنبي صحيح، وحافظت؟ كان عندي أمل إن ده يحصل. المبلغ مظبوط. إيه هو
هو اللي مظبوط. مش معقول كده على طول مستعجل. ايه يا دول 5 مليون لحق؟ انا بشوفهم بقلبي قبل عناية، والبركة في الرجال. هات الوقت. عيب يا نعمة، انا مش هخدعك، ده انت حبيبتي. حبك بورس ابنك اهو. يا اخويا اصبر شوية، مش كده على طول مستعجل. يا ابني اصبر، لسه في حاجات ناقصة. لسه في ايه تاني يا نعمة؟ ورق الطلاق يا امور. صدقني نسيت. نعم يا اخويا، انت هتستهبل؟ نسيت والله نسيت. الله، اعذريني يا نعمة، المبلغ مش شوية. خدت وقت على بال ما لميت لك المبلغ، والحكاية دي نسيتني حاجات كتير. كده؟ رجع الواد ورجع له فلوسه وما فيش عملية. ليه بس؟ هو كده، لما تبقى تجهز ابقى خد ابنك. ما تتممي العملية يا ست نعمة، وأما تخلصي بقى ابقى فكري في موضوع الطلاق ده. الله يكرمك، خليك في حالك. بقول لك رجع الواد على العربية ورجع له فلوسه. نعمة، بلاش تعملي حاجة ممكن تندمي عليها. أنا ما بتهددش، فلوسك هترجع لك، وأما تجهز ورق الطلاق يبقى خد ابنك. لا، ما أنا ما قلتلكيش، أنا مش همشي من هنا إلا وابني معايا. تهديد ده بقى؟ آه تهديد، بس بالعقل. يا رجالة، الخمسة مليون دول هدية مني ليكوا، قصاد إنكوا تسلموني ابني، والست دي ما تسمعوش كلامها. إيه تخريب اللي أنت بتقوله ده؟ اتجننت؟ إيه يا نعمة؟ في إيه؟ فرصة عمرهم وجات لحد عندهم، ما تسيبيهم بقى يختاروا. يا إما يبقوا معايا ويقبلوا الهدية والحياة تزهزه معاهم، يا إما يفضلوا معاكي ويعيشوا مدفونين بالحياة. مقبولة الهدية يا زو؟ إيه اللي مقبولة دي؟ أنت جننت؟ والاتفاق اللي بينا؟ كلته القطة يا عسل. خد يا كبير ابنك أهو. ونصيحة مني، استنوني في العربية بسرعة. نصيحة مني اتطلقها، بنكدية وبخيلة وماسكة على الدنيا. يلا يا رجالة. استنى أنا بس. أوف. أنا مش قلت لك يا نعمة هتندم؟ بكرة تيجي تبوسي جزمتي عشان اوافق بس اسامحك. يا ولاد الكلب، اوعي تاني تتحديني يا نعمة. انا كان عندي استعداد ادفع قد اللي دفعته ده 10 مرات، وما اشوفش نظرة انتصار واحدة في عينيكي. مش هسيبك يا نديم، والله ما هسيبك. وانا مستنيكي بس في الفيلا، ها؟ تيجي تبوسي رجلي عشان اوافق تعيشي تحت ظلي خاضعة وراضية باللي انا اقرر اديهولك. باي باي. خير؟ في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض عليهم امبارح يا أشرف، فأنا قلت استدعيك، جاي استعرف على حد منهم، خصوصا إن احنا ظبطنا معاهم أسلحة آلية زي اللي استخدمت في العملية بالظبط. يا ريت يا باشا أشوف. ابدأ العرض يا ابني. اه يا ولاد الكلب، انا هموتكم يا ولاد الكلب. ايه ده يا اشرف؟ ايه ده؟ مش كده؟ اهدى ازاي؟ انا بسببهم دمروا حياتي. انت متاكد من الكلام ده يا اشرف؟ انا لا يمكن انسى الاشكال دي ابدا. انت يا ابني اللي ضربت نار على اشرف باشا وهربت المساجين اللي معاه. مش انا يا باشا، انا اول اشوفه. عموما احنا هنقارن الطلقه اللي في كتف اشرف باشا وعربيه الترحيلات بالاسلحه اللي معاكوا، انما لو طلعتوا انتوا اللي عاملينها بقى، اقسم بالله العلي العظيم لو اديكوا ورا الشمس. ده قضية أمن دولة يالا أنت وهو. أمن دولة إيه يا باشا؟ أنا ماليش دعوة بحاجة. عموماً لو في حد وزكوا على حاجة زي كده قولوا لنا، ولو اعترفتوا ده في مصلحتكم. أديني بقول لكم أهو. أنا ماليش دعوة يا باشا، أنا هوجع كل حاجة. مين اللي قال لك تعمل كده؟ أنت! واحد اسمه الشنواني يا باشا. شنواني؟ تنظيم؟ تنظيم إيه؟ والله يا باشا أنا ماليا ذنب، أنا كنت مجرد واسطة.
واسطه لمين يا قط؟ وحياه ولادي، وحياه ولادي. اتفضل يا اشرف باشا. انت باشا نواني، انت اللي خططت وهربت مني المساجين؟ مش انا، والله العظيم ما انا. امال مين يا ابن الكلب؟ امي. لا، اخوك. ولا كلم الباشا عادل. يالا والله العظيم اخوك مختار هو اللي طلب مني كده، وانا نفذت المطلوب بالحرف. مختار، انت كويس يا اشرف؟ اخويا لو مش مصدقني اساله. هات واعمل بينا مواجهه. يا اشرف ما ينفعش، قرارك ده ممكن يدمر مستقبلك. انا مش عايز انفعالاتك تخليك تعمل حاجات ترجع تندم عليها. خلاص يا مدحت، مبقاش ينفع الكلام. مش معنى ان اخوك اذنب يا اشرف يبقى انت تستقيل. صدقني يا مدحت، خلاص انا بقيتش انفع ظابط وما استحقش الشرف ده. الكلام ده مش مظبوط يا اشرف. انا من رايي تفكر شويه قبل ما تنفذ قرارك. فكرت. قول لي يا مدحت بالظبط، انتوا ناويين تعملوا ايه في القضيه؟ طلع امر بالقبض على مختار اخوك باعتباره المتورط الاول في جريمه تهريب المساجين والتحريض على قتل العساكر، وطبعا هيتم التحقيق معاه. مدحت، انا عايز اطلب منك طلب. وامر يا اشرف. انا اللي عايز اطلع مع القوه عشان نروح نجيب مختار. مش عايز حد يدخل بيت العيله. أرجوك يا مدحت. أيوة يا أشرف، بس ده هيبقى صعب عليك قوي. مش مهم، المهم أعرف أخويا عمل كده ليه. عشان إيه بالظبط دمر حياتي؟ تعبان أوي ياما، قلبي وجعني من كتر اللف والتخبيط. كل ما اتمنى حاجة واحاول اطولها اضيع في دهاليزها، واول ما المسها واحس انها بقت بتاعتي تروح مني. انا ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، بالعكس ربنا بيحبك فابتلاك عشان ما تتجبرش بقوتك على خلق، بيكسرك عشان تلجأ له. اللي انت فيه ده يا حبيبي خير مش شر. خير وتسماح، الانسانة الوحيدة اللي حبيتها من قلبي. سماح يا أم، تسمي ده خير. كان لازم تتصدم يا حبيبي فأعز الناس عندك عشان تفوق من السكينة اللي سرقاك. وابني، ابني اللي طلع، طلع مش ابني. بتسمينا كمان خير يا أمه. احمد ربنا يا حبيبي، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي ينورك ويقول لك الحقيقة قبل ما يتولد، وتفرح بشوفته وتديله اسمك. ساعتها بقى جرحك مش هيبقى له دواء. ضربتين كانوا جامدين قوي يا عم، ضربتين كانوا في قلبي. يا عبيد، ده ربنا سبحانه وتعالى مديك فرص كتير عشان تلجأ له وتتوب. اتوب من ايه؟ انا عملت ايه غلط؟ ما انا بسمع كلامه. ومالك الحرام بتسميه ايه يا ابني؟ ده ورث من ابويا، أمانة وسابها لي في رقبتي، ولازم أحافظ عليها وأحافظ عليكم عشان ما تتبهدلوش يا ماما. صدقيني يا أمي، والله العظيم أنا عملت كده عشان أحافظ عليكم مش عشاني لوحدي. ربنا قادر يا حبيبي يغنينا بالحلال بدل ما الحرام ما يسمم أيامنا ويخسرنا كل حاجة أكتر من كده. كنت فاكر إن الفلوس هتغنيني ومعاها مش هيبقى فيه مشكلة،
يا خساره، ما جابتليش غير القلق والتعب في جمعها وحسد الناس وحقدهم عليا وانا بصرفها. ما ريحتنيش زي ما كنت فاكر. في حاجات كتير يا حبيب ما نقدرش نشتريها بالفلوس، منها البركه وراحه البال. استهدى بالله يا حبيبي وسلم امرك لربك يسلمك من كل راضي يا رب. سامحيني يا امي، ابوس ايدك سامحيني. مسامحاك يا حبيبي، مسامحاك مسامحاك. خلاص خلاص يا امي، انا هخلص من كل المال الحرام اللي عندي، هتبرع بيه للفقراء والمساكين. يمكن ربنا يبعد لعنته عني ويغفر، بس انت سامحيني والنبي. سامحك يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يغفر. مختار اشرف، تعالي اشرف. اخوك خلاص قرر ان هو يتنازل عن كل ماله الحرام مهما عمل. تفتكري ربنا ممكن يقبل من الشيطان توبه؟ ليه بتقول كده على اخوك؟ ده بدل ما تشجعه على توبته. اخويا اللي بعت ورايا مجرمين عشان يضربوا عليا نار، اخويا اللي حرم ابني من العلاج، اخويا اللي اذاني في شغلي، لويت دراعي وجريت رجلي في الحرام غصب عني، انت لا يمكن تكون اخويا. في يا اشرف؟ ايه الكلام اللي بيقوله اخوك ده يا مختار؟ رد عليا، الكلام اللي بيقوله اخوك ده مظبوط؟ انت وزيت الناس المجرمين دول عشان يؤذى اخوك في شغله ويموتوه؟ عملت كده عشان مصلحتنا. مصلحتنا انك تتآمر مع مجرمين على اخوك؟ اللي يقتل ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. يقتل؟ كان غصب عني يا امي، ما كانش قصدي. كمان لوست ايديك بالدم يا مختار؟ ضحايا كتير واخرهم مصطفى اللي اتهموه بداله من الظلم انتحر. انت يا مختار، انت تعمل كده؟ انت تعمل كده يا مختار؟ لا لا لا. يلا من سكات لفرغ السلاح في دماغك. جرى يا اشرف، انت جننت ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا اشرف؟ وسعي من سكتي، لازم اقبض عليه. عايز تسجل اخوك بايديك؟ ما تقوليش اخونا وما تفكرنيش بالاخوه. لا افكرك، وان كان غلط في حقك فمن حقه عليك تفتكر له اي معروف عمله معاك. مهما افتكرت مش هقدر انسى انه شدني في الطريق اللي ضيع مراتي وابني. كنت خايف عليكم. افهم بقى يا اخي، كنت خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي. ما كانش في دماغي غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط. وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى. بهزار، ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ هي فين العيله دي؟ العيله راحت وخلاص، خلاص انتهت. عمري راح عشانكم، ضيعت عمري، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خسارة شقة عمري عليكم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص؟ هتسجله بإيدك؟ ده أمر ولازم أنفذه. وأنا مش هنزل لك كلمة يا أشرف، لا لا هقاوم ولا ههرب. خلاص تعبت من لف ودوران، عايز اهدى بقى. يمكن السجن كل دواء. انا همشي، همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. تفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا.
عشرة بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. يلا مختار. مختار! مختار! سامحيني يا أمي. سامحوني كلكم. والله كانت نيتي سليمة. بس خانتني الطريقة. معلش بقى. عيل جاهل وغلط. مختار! مختار!